يعني حاجة زي الماتلابي أو ماتلابي يعني. بعدها تالت حاجة هو الميد ترم وده عليه 20 درجة والفاينال هو عليه 60 درجة. حد ليه سؤال في السبيسيفيكيشنز ليه حاجة مش عارف واضحة؟ دكتور اتفضل. ممكن حضرتك بس تعمل ريكورد للمحاضرة؟ طب استنى كده. في ريكورد هنا، ريكورد. طيب المفروض كده في ريكورد دلوقتي. طيب ايه بقى كورس كونتنتس اللي المفروض تبص هتلاقوها؟ يعني اول حاجه اول ليكتشر هتبقى انترودكشن عاديه، بعد كده بقى بنتكلم على حاجه اسمها الموديوليشن تكنيكس، الاي ام والاف ام، الحاجات اللي انتم بتسمعوها بتاعت الراديو دي، الاي ام والاف ام والكلام ده، هنعرف يعني ايه ام يعني ايه اف ام، موديوليشن تكنيكس، بعدها حاجه اسمها فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج، وحاجه اسمها سوبر هيتيرويد راين ريسيفر، ومن بعد السوبر هيتيرويد راين ريسيفر ده احنا بنتكلم على حاجات ديجيتال. يعني الجزء الاولاني ده انالوج، السيجنال فيها انالوج اللي بنبعتها، هنا السيجنال في حقيقه الديجيتال يعني. فانا غالبا هبقى معاكم في جزء الانالوج ودكتور حسين هيبقى معاكم في جزء الديجيتال. طيب انا احب بس انوه يعني قبل ما نبدا، يعني هو كان في شكوى طبعا كتير يعني ان قبل كده ان الكورس مثلا بالنسبه لناس تعبار او حاسبات مش مفيد والكلام ده، لان هم مش في تخصصهم. فانا هحاول يعني ان هو يبقى مفيد اكتر عن طريق ايه، ان احنا هنركز جامد جدا قوي يعني على ان احنا نستخدم الماتلاب. مش الماتلاب بالذات يعني، هو هيبقى برنامج عكس زيه بالظبط يعني، نفس طريقه الكتابه هو الاوكتيف. ده حاجه الاوكتيف ده برنامج فري هتكلم عليه في الاخر يعني ان شاء الله، هو زي الماتلاب بالظبط، بس عشان انتوا الماتلاب بفلوس يعني، وموضوع الهاكينج ده والكراك والكلام ده مش حاجه صح يعني، هنشتغل على الاوكتيف. فاللي انت هتعمله الاوكتيف هو بعد كده لو انت اشتغلت في اي شركه واحتجت ماتلاب تستخدم بيه تستخدمه يعني، هتلاقي نفس الطريقه اللي انت اتعلمته على الاوكتيف هو بالظبط الماتلاب يعني. انت كود الاوكتيف ده لو خدته وعملته راننج على الماتلاب هتلاقيه شغال كويس. فالكورس هتكونوا واحنا ماشيين كده ان شاء الله، الليكتشرز هحاول اقلل الكونتنت بتاعها بالنسبه للسنه اللي فاتت، وهحاول والعكس بقى هروح مركز اكتر في حاجات الماتلاب، يعني زي الحاجات اللي احنا بناخدها هنيمبلمنتها في الماتلاب. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان كمان الشيتس هتبقى فيها مسائل على الماتلاب، يبقى لازم حاجات انت تتعلم، ولازم ان الناس تبدا تحط ايديها في الماتلاب، لان الامتحان هيبقى في ماتلاب ويعني كمية كبيرة يعني، على الأقل يعني على الجزء بتاعي مثلا ممكن يوصل على الأقل يعني تلته هيبقى على الماتلاب. فمحدش ينتخ ويقعد يقول كده، لا انت لازم من دلوقتي تبدأ تنزل الأوكتيف من بعد المحاضرة أو يعني الأسبوع ده ولا حاجة، وتبدأ تدرب نفسك على الماتلاب وتفهمه أو الأوكتيف يعني، وتتعلم ازاي تعمل الكودينج عشان انت هتتسأل فيه في الآخر يعني في الامتحان والكلام ده. خلاص. تاني حاجة الامتحان ان شاء الله الامتحانات هتبقى ام سي كيو يعني، وده ممكن هتلاقوا الشيت مش ام سي كيو، بس ده مش معناه كده، وانت مش لازم تلاقي الاسطمبة بالظبط الشيت ينزل عندك في الامتحان، بس هتلاقي كتير من ام سي كيو هو جاي من الشيت. يعني ايه مسائل الشيت؟ يعني هترجمها ان شاء الله لمسائل ام سي كيو يعني، وان شاء الله يعني هتجاوز يعني عن الاخطاء قبل كده ان شاء الله. الامتحان اكتر هيبقى جاي من الشيتس يعني، بس ده لا يغني يعني طبعا لازم يبقى في حاجات مسائل تبقى جديده بالنسبه للناس، مسائل عشان تميز الناس بين بعض يعني ان شاء الله. طيب اول حاجه ما نبدا اي حاجه يعني لازم نبدا الكوميونيكيشن ده ايه الهيستوري بتاعه، يعني ازاي بدات الناس تتكلم مع بعض، ازاي تبدا تكوميونيكيت مع بعض. فاول حاجه الناس كاب، انا اسف بس على البرزنتيشن مش شغاله كويس، نفس الحكايه عشان شغال على جوجل درايف نتيجة المشكلة دي، فهتلاقوا الصور بتظهر مش في نفس الوقت يعني. أول حاجة هو الحمام، يعني الحمام والكلام ده ناس كانت بتستخدمه في الأول في أيام العصور الوسطى، إن الناس تبدأ تكومينيكيت بينها وبين بعض، مثلا مدينة عايزة تبعت معلومة لمدينة تانية بتقول إن في عدو بيهاجم عليهم مش عارف إيه، فياتوا الرسالة دي في هيئة حمام زاجل ويبعتوها يعني، هتبقى حاجة أسرع من إن هو يركب واحد يركب حصان أو جمل ويجري من مدينة لمدينة، فالحمام حاجة أسرع يعني.
فدي أول طريقة كوميونيكيشن يعني سريعة. تاني حاجة بقى بدأوا في 1800 يعني يبدأ يظهر التليجراف والتليفون يعني اللي هو الأشكال دي يعني، تبدأ تظهر التليجرافات والتليفونات، وآخر 1800 ابتدى يظهر إيه التلفزيون والراديو، وهي يعني دي الأشكال بتاعتها البدائية يعني. بعد كده بدأ يظهر اللاند لاينز، دلوقتي احنا دلوقتي في الألفينات، فإيه ايه الكوميونيكيشن سيستمز اللي احنا بنستخدمها؟ أول حاجة اللاند لاين اللي هو التليفونات والدي اس ال، ما انتوا عارفين الدي اس ال بيمشي في نفس خط التليفون النحاس ده اللي بيجي لكم، أو اللي هيبقى أو بالنسبة للناس ابتدى يبقى فايبرز يعني. فأول حاجة ده اللاند لاين، يبقى التليفونز والدي اس ال الإنترنت كله بيمشي عند اللاند لاين. تاني حاجة التلفزيون برودكاستنج اللي هو إيه؟ التلفزيون يعني التلفزيون العادي الأرضي يعني، اللي هو بنركب له اريال ولا مش عارف ايه، او زمان كان اريال او دلوقتي تلفزيون يعني باريال صغير كده ولا حاجه، ده التلفزيون برودكاستنج يعني، وده اللي هو يعني ايه اللي هو ماسبيرو هو اللي بيزيه يعني. تالت حاجه اللي هو الواي فاي واللاي فاي والبلوتوث، الحاجات اللي عندنا في البيت. اللاي فاي فرق عن الواي فاي ايه؟ اللاي فاي ده بيعتمد على اللايت يعني، بيبقى فيه ليدز او الضوء اللي في الاوضه هو اللي بيعمل ترانسميتنج للسيجنال بدل الواي فاي. الواي فاي دي عباره عن زي انتوا عارفين الواي فاي عندكم بيبقى فيه انتنة كده او بتاع طالعه كده، هي دي اللي بتشع الكتروماجنتيك ويفز في الهواء، فانت بتستقبلها، فده اسمه الواي فاي. والبلوتوث انتوا عارفينه يعني. طيب وطبعا الموبايل نتوركس ترتيباتها المختلفه او اللي بداوا يظهروا مع بعض لغايه دلوقتي يعني، جي اس ام لسه شغال، 3 جي وال 4 جي وال 5 جي لسه ما دخلش مصر يعني. تمام. كمان بقى دلوقتي كمان هو الفايبر نتوركس بقى، النتوركس المنتشره الفايبرز اللي هي بقى زي انتوا عارفين مصريه اتصالات يعني بتحول كل حاجه للفايبرز. والفايبرز هي حاجات مهمة قوي لأنها بتعتمد على بتنقل الضوء من حتة لحتة، والضوء مميزاته إن هو يعرف ينقل داتا بريت عالي قوي يعني، بديتا ريت عالي يعني بسرعة عالية يعني، ننقل داتا كبيرة. وأكبر فاليو يعني وصلت دلوقتي هي حوالي هي ممكن ضعف الرقم ده يعني، بس ده كليتريتشر يعني أو من ناحية الساينتفك يعني، حوالي من حوالي سنة سنتين كده عملوا ريبورت لفاليو زي كده اللي هي 768 تيرا بت بير سكند. التيرا دي يعني ايه؟ يعني الميجا، انت عندكم في البيت ميجا، الجيجا دي 1000 ميجا، وبعد الجيجا بيبقى فيه التيرا بت يعني. اعتقد دلوقتي هو في 1.6 بيرا بت، البيرا دي اللي هي 1000 تيرا يعني، فتخيل الارقام دي ممكن يوصلوا في حاجات الاوبتكس والكلام ده لمليون مره اسرع من النت اللي عندك في البيت يعني. طب الفاليوز الكبيره دي يعني احتاجها في ايه؟ بيحتاجوها جامد. ممكن الفاليوز الكبيره دي بيحتاجوها في الداتا سنترز زي جوجل وفيسبوك والكلام ده. تخيل كميه المعلومات اللي على مستوى العالم، مليارات الناس بيتكلموا، وكل حاجه بتصب على داتا سنترز على السيرفرات بتاعتهم هناك. فلو انت بتتكلم عندك على 1 ميجا، لا هم هناك بقى تخيل بقى كميه اليوزرز بيخشوا في الوقت الواحد والداتا اللي بتخش على السيرفرز، فبيبقى محتاج سرعات عاليه قوي جوه الداتا سنترز. فنو واي نو واي ان هو لازم يستخدم حاجات الفايبرز والاوبتكس، حاجات مختلفه عندنا في البيت يعني، حاجات بتعتمد على السيليكون فوتونكس والكلام ده، هي اللي تقدر تمكنه ان هو يبعت داتا بين السيرفرات بالريتس العاليه جدا دي يعني. بس واخر حاجه هو الساتلايتس يعني، الساتلايتس ان بيحصل كوميونيكيشنز بين انك ممكن يبقى في انترنت عن طريق الساتلايتس. واشهر حاجه اللي انتوا عارفينها اللي هي مثلا شركه ستار لينك اللي هي بتاعت ايلون ماسك يعني، اللي هو عايز يعمل كفرج للانترنت على مستوى العالم عن طريق ان هو ديبلوي كساتلايتس على كل مستوى العالم في الفضاء يعني، ودي هتمكن يعني ان الناس يوصلوها نت حتى في الرورال ريجنز يعني بسرعات مقبوله زي 300 ميجا بت بير سكند يعني. طيب طيب ده كده عرفنا انواع التليكومنيكيشنز اللي عندنا. طيب ايه هو الماركت سايز يعني؟ اي حاجه لما تيجي تخش لها في البيزنس يعني بعد كده،
لازم اي حد يجي يخش عايز يخش ماركت معين عايز ينفست فيه زي ما انت كده بتنفست وقتك فيه او عايز تتخصص في مجال معين، لازم تبص على الماركت سايز. ليه الماركت سايز؟ يعني هو اللي بيقول لك حجم الحاجه ايه من الناحيه الماديه، لان الفلوس في الاخر يعني خلينا صراحه هي اللي بتحرك الناس. يعني كل ما الماركت ده اللي انت داخله كسواء مهندس او كسواء بتنفست فيه بفلوسك بتفتح فيه شركه، كل ما الماركت ده كبير وبيكبر مع الوقت، يعني هو نفسه كبير وبيكبر مع الوقت، يبقى كل ما ده كده معناه ان نسبه ارباحك هتبقى فيه عاليه لو انت عرفت تحقق ايه مكاسب. غير ان انت لو انت داخل ماركت صغير جدا او ماركت تقليدي جدا او ماركت مش بيتقدم جدا، غالبا يعني زي واحد بيفتح محل عادي، محل بقاله، محل عيش، هو ممكن هيكسب وكده، بس ويفن الحته الريجن بتاعته مش هيقدر يكبر ولا حاجه الا لو ابتدى يفكر بابداع او يبدا يخش ماركت تاني ابداع جديد. يعني زي حاجات الماركتس التليكومنيكيشنز والكلام ده، ده ماركت كبير في السايز بتاعه وبيكسباند كل سنه لان النيدز عليه كتير، الناس تطلباتها بتزيد عليه كل شويه، فالماركت قاعد يزيد. طيب فهو الماركت توتالي كده هو حوالي 1.7 تريليون دولار يعني، ومتوقع يعني انا زي ما قلت لك انت لازم تتوقع تشوف الماركت ده حجمه قد ايه بيكبر قد ايه كل سنه. ففي بيبقى في شركات كده متخصصه يعني في كل مجال تمسكه كده تعمل توقع، تدرس الماركت بتاعه تقول لك مثلا السايز بتاعه ايه ومتوقع الريت بتاعه في الجروف ان هو يزيد قد ايه لمده 5 سنين وفي انهي قطاعات فيه، وبينشروا الحاجات دي في ريبورتس كده وبيبيعوها للشركات. الريبورتات دي بتبيعها بشركات بالافات الدولارات، يعني ان الناس في الشركات بتشتري الريبورتس دي وبتقراها وبتفهم، وعلى اساسها بقى يعملوا ستادي بتاعهم وياخدوا ديسيجن هل نخش الماركت ده، هل ننزل البرودكت الفلاني في الحته دي، هل نشتري الشركه الستارت اب بتاعتنا اللي هي في الحته دي ونخش الماركت سايز ولا بلاش، او هل القسم اللي عندنا اللي في الشركه اللي شغال في الماركت ده نكمله ونشتغل بيه ولا نقفله ونركز في حته ثانيه. فالريبورتس دي بتبقى حلوه يعني. فهما في الريبورتس دي في معلومات بعضها يعني بيبقى فري كده على النت يعني، فهتلاقي ان هو according references اللي تحت المكتوبه دي الcomplex growth rate يعني معدل الزياده في الماركت حوالي 5% يعني مده السنين الجايه. طيب التليكومنيكيشن كومبانيز اللي هي في مصر هي عباره عن ايه؟ هتلاقوها كتير جدا زي ما انتم عارفينها، اورنج وفودافون واتصالات والحاجات اللي انتم عارفينها، وي دي الحاجات الاربعه. في شركات بقى بتخدم عليهم تحت هم زي موتورولا، نوكيا، الكاتيل والكلام ده، وفي شركات تانية اكتر يعني. بس يعني وفي طبعا في كونتراكتور صغيرين، شركات صغيره كمان بتخدم عليهم. طيب بعد كده ما عرفنا الماركت سايز وان هو قد ايه، يعني زي ما انا قلت لكم 1.7 تريليون، التريليون ده يعني مليارات يعني. فلازم نبدا نعرف ايه، نخش بقى جوه الديتيلز ايه هو الكوميونيكيشن يعني. فتعريف الكوميونيكيشن هو انك انت بترانسفير انفورميشن من وان بليس تو انذر. وليه بتنقل المعلومه؟ لان الناحيه الثانيه ما تعرفش المعلومه اللي معاك، انت صورت فيديو عايز تنشره للناس، الناس الثانيه ما تعرفش الفيديو. لو الناس عندها الفيديو بتاعك ده يبقى هي مش هتحتاج انها تنقله، فمش هتحتاج الكوميونيكيشن. فهو انت بيبقى عندك معلومه عايز تنقلها لحد يجهل بيها او لا يعلمها، دي يعني الكوميونيكيشن، هو ترانسفيرنج اوف انفورميشن من وان بليس تو انذر. طيب السيستم بقى بتاع الكوميونيكيشن سيستم هو عباره عن ايه؟ هو الحاجه المسؤوله عن ترانسفيرنج للانفورميشن من وان بليس تو انذر. طيب فاحنا بيبقى مبدئيا عندنا سورس معين عنده انفورميشن، يروح واخد الانفورميشن المعلومه دي بعتها على ترانسميتر. زي ما انت مثلا عندك فيديو عايز تبعته لواحد صاحبك، فبتروح عامل ايه على الموبايل، بتروح مثلا لو هتبعته بلوتوث فبتعمل ايه، بتشغل البلوتوث وبعدها بتعمل ايه، بتقول سند باي بلوتوث. فانت كانك بتاخد الفيديو اللي انت متصور عندك على الموبايل على الاس دي كارد بتاعك يتنقل لي التشيب بتاعت البلوتوث تاخده، فالبلوتوث التشيب دي هي الترانسميتر بالانتنة اللي جوه الموبايل ده الترانسميتر. فانت خدت المعلومه من الاس دي كارد بتاعك وديتها لي البلوتوث، فالبلوتوث تشيب هي الترانسميتر بالانتنة بتاعتها، وانت الانفورميشن عندك هي اللي جايه على الاس دي كارد اللي فيها المعلومه. فانت بعتها على ترانسميتر، بعدها هي بتبعت في تشانل، التشانل دي يعني بمعروفها بتعريفها المبسط قوي هو الهواء اللي انت بتبعت فيه يعني.
وبعدها تبعتها عند الريسيفر، والريسيفر ده ياخدها يحول بعد ما يستقبلها يوديها للديستنيشن نفسها لصاحبك يعني ان هو يسمع. طيب فالانفورميشن سورسز اللي ممكن تبعت هو ممكن يكون ايه؟ فويس وبيكتشرز وفيديوز وداتا فايلز. الترانسميترز ممكن يكون الموبايل بتاعك، الواي فاي راوتر، البرودكاست تلفزيون، تلفزيونز. التشانل ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون كابل النحاس بتاعت الارض دي، ممكن يكون الاوبتيكال فايبر، ممكن يكون الفري سبيس في حالات الواي فاي والموبايلز والكلام ده. والريسيفر بيبقى نفس حكايه شبه الترانسميتر لحد ما يعني في حالات الواي فاي والواي فاي والموبايل، لكن في حالات التلفزيون بيبقى هو تي في ريسيفر. ليه؟ لان انتوا عارفين ان التلفزيون يعني بيبقى وان واي كوميونيكيشن، يعني هو قمر صناعي او وحده البث اللي هناك مثلا في ماسبيرو هي بتيميت الراديشنز او بتيميت الانفورميشن للناس، هي ما بتستقبلش حاجه خلاص. فانت عندك الجهاز اللي في البيت سواء دش فوق او سواء انتنا راكبه على تلفزيون قديم، كل دول بيستقبلوا المعلومات ويدوها، ما بيبعتوش حاجه. والراديو نفس الحكايه، الراديو انت بتستقبل ما بتبعتش حاجه لحد. طيب الانواع بقى الكوميونيكيشن سيستمز هو ايه؟ هو في انالوج كوميونيكيشن وفي ديجيتال كوميونيكيشن. طيب ايه الانالوج كوميونيكيشن؟ الانالوج كوميونيكيشن انت عارفين الفرق بين الانالوج سيجنال والديجيتال. الانالوج سيجنال هي عباره عن حاجه كده بتبقى كونتينوس في التايم، يعني عند كل لحظه تايم هلاقي فيه فاليو للسيجنال، زي ايه؟ زي الصوت بتاعي، زي درجات الحراره، لو انا بسجل درجات الحراره مثلا، بتغير ضغط مثلا، اي حاجه احنا بنحسنسها في حياتنا هي كونتينيوس. يعني لو شفتها في الثانيه دي او في الفيمتو سكند اللي بعد الثانيه دي او مش عارف في البيكو سكند اللي بعد الثانيه دي، هلاقي لسه ما زال ليها فاليو، والفاليو دي ممكن تكون عادي مختلفه عن الفاليو اللي قبلها، فهي كونتينيوس سيجنال، كونتينيوس في التايم وكونتينيوس في الامبليتيود، يعني ممكن تاخد اي فاليوز في الامبليتيودز بتاعتها، مفيش حاجه تمنع كده. فالانالوج كوميونيكيشن سيستم هو بيترانسميت السيجنال، بيبعت السيجنال في هيئه انالوج سيجنال كده، هي كونتينوس في التايم وكونتينوس في الايه؟ في الامبليتيود. لكن الديجيتال كوميونيكيشن سيستم لا، هو ما بيعملش كده، هو بيبعت 1 و0 على ابسط حاجه، يعني هي مش كل حاجه طبعا 1 و0، بس على ابسط ديفينيشن فيها يبقى يبعت يا 1 يا 0، يا 1 يا 0 يا 1 يا 0، وبيبقى بيبعتهم، فهم بيبقوا ديسكريت في التايم وفي الفريكوانسي، يعني قصدي discrete في التايم وفي الامبليتيود. يعني ايه امبليتيود؟ يعني يا فاليو 1 يا فاليو 0، يا فاليو 1 يا فاليو 0، فهما تو فاليوز بس مش كونتينوس. وكمان discrete في التايم لانك انت بتبعت بتايه كل ثانيه مثلا، فانت بتبعت في لحظه معينه، في داتا كده معينه في التايم، مش الفاليو ما ينفعش تتغير، ويفن مثلا البيريود بتاعه البت اللي انت بتبعته. خلاص ده معنى الديجيتال كوميونيكيشن. طيب مع زي ما انتم شايفين كده، هو الكلاسيفيكيشن ده مش ترو قوي. ليه؟ لان هي في الاخر اي ديجيتال كوميونيكيشن في الاخر لما بيجي يبعت السيجنال بتاعته مثلا، هيبعتها على ايه؟ على انتنه اللي جوه عندك في الموبايل. ايه الانتنه دي؟ الانتنه دي لو حدش عارف، يعني لو انتم عارفين التلفزيونات القديمه بيبقى فيه سلك واير، او في العربيات يعني سلك واير ده اسمه انتنه، هو في واحد زيه في الموبايل بس صغير يعني. فهو انت لو تيجي تبعتها على الانتنة وترسل السيجنال دي، السيجنال دي بتبقاش ديجيتال، هي بتبقى انالوج. نفس حكايه لو بعت انفورميشن على الفايبرز، نفس حكايه، وهي ما بتبقاش يعني في الحقيقه هي مش ديجيتال، هي في الاخر انالوج، وهي ماشيه بتبوظ ويحصل لها اشكال وتحول لحاجه انالوج الكلام ده. فهي في الاخر الدنيا بتبقى كلها بتقلب في الاخر لانالوج، وده سبب من الاسباب يعني ان احنا ليه لازم نبدا دراستنا في الانالوج. يعني دراسات الانالوج هي لازم حاجه تبدا لانها ابسط حاجه، اول حاجه ظهرت هي الانالوج سيستمز، وتاني حاجه لان حتى الديجيتال كوميونيكيشن سيستم هي بتبعت فوق هيئه انالوج سيجنال. يعني حد ليه سؤال لغايه هنا يا باشمهندسين؟ هو ازاي احنا بننقل بانالوج مع انها هتبوظ في النص؟ مش المفروض الاول بنحولها ديجيتال وبعد كده؟ ازاي حضرتك بتقول ان احنا بننقل بانالوج، صح كده؟ لا يعني انا بقول زمان زي لغايه قريب يعني زمان بعتوا سيجنالز انالوج. ايه اقرب حاجه انالوج عندك في البيت؟ هو الراديو الاف ام ده انالوج سيستم، تمام؟ بس الانالوج مش افيشنت في السرعه والكلام ده،
الحاجات الموبايل، حاجات الانترنت، كل ده بقى دي اس ال والكلام ده كل ده ديجيتال. اوكي شكرا جدا. هو ده سؤالك ولا انا غلطان؟ ايوه هو ده سؤالي، ان انا الفكره بس ان هو دلوقتي ايه اللي بيحصل. هو دلوقتي كله ديجيتال يعني. تمام تمام اتفضل. لا هو بيترانسميت يعني، يعني ابروكسيميت الدنيا، ما بيبقاش فيه نويز. النويز بتيجي فين؟ عندك انت عند الريسيفر. يعني مثلا انت ما بتروح في منطقه الدنيا بتوش، مثلا ركبت الاسانسير، ليه موبايل الاشاره بتبقى بيحصل وش والكلام ده، واشاره تضعف، او الراديو لو انت دخلت في حته تحت الارض والكلام ده. هو الاشاره تضعف بس ما بقاش فيه نويز بيتضاف عليها. النويز بيجي امتى؟ اول ما الاشاره يجي الموبايل يستقبلها. تمام. النويز اللي جوه عندك في الموبايل، الموبايل ده عباره عن ترانزستورات وريزيستورز والكلام ده، كل دي بتلعب على درجات الحراره بتطلع نويز، فالنويز دي بتضاف على السيجنال، وبما ان السيجنال ضعفت فهتبقى هتلاقي بقى انك النويز بقى ممكن تسمعها او توش عليك يعني. فالنويز في الاساس بتيجي عن طريق عند الريسيفر نفسه، عند الحاجه اللي انت بتستقبلها بتبقى موجوده. الاشاره ضعيفه او قويه النويز دي موجوده ما بتتغيرش. تمام. بس امتى هتبقى مؤثره عليك؟ لما الاشاره بتاعتك تبقى ضعيفه قوي لدرجه انها تبقى قريبه من النويز، فتبدا انت تحس بالنويز نفسها. تمام. يبقى هي في الاساس جايه ايه؟ جايه نتيجه الترانزستورات والريزيستورز اللي موجوده عندك على الموبايل او على اي حاجه بقى تاني. نتيجه درجه الحراره هي في الاساس يعني، هي في نوع نويز تانيه بس من الحاجات الاساسيه هي درجه الحراره بتخلي الالكترونات اللي جوه في الريزيستورز او كده تقعد يحصلها فايبريشنز جوه صغيره قوي، فدي في الاخر بيبقى التوتال بتاعها كان في كارنت رايح يمين رايح يمين، مره يروح في الاتجاه ده ويرجع مره في الاتجاه التاني، وراندوم خالص يعني. تمام. حد لي سؤال تاني؟ طيب في حاجه بقى اسمها layered approach. ايه layer approach ده؟ ده حاجه انت اي واحد فيكم هياخد CCNA اللي هو اول كورس كده، لو اي حد عايز يتخصص في النتوركس ويشتغل فيها. هو بيقسموا communication system للايرز. يعني ايه layers؟ يعني المعلومه هنا بتروح، يعني لو عندك transmitter بتبدا من هنا وتنزل لتحت. يعني انا الكمبيوتر بتاعي مثلا متقسم ليرات كده فوق، يعني بلاقي في اول في الستيشن بتاعتي او في البي سي في دور اول دور تاني دور تالت. لا يعني هي المعلومه بتعدي على مراحل مختلفه بيحصل لها بروسيسنج خلاص لغايه ما توصل قبل ما تتبعت على طول. فلازم بتعدي على ليرز كتير، حاجه اسمها الابلكيشن، حاجه اسمها البرزنتيشن، حاجه اسمها السيشن ترانسبورت والنتورك واللينك والفيزيكال. ليه المعلومه يوصل لها بروسيسنج؟ لانها بيحاولوا يعني يوبتمايز المعلومه بافضل طريقه انها يبعت بيها السيجنال ويقلل الايرور. يعني مثلا يقعد يزود بيتس كده زياده، يعني مثلا المعلومه انت بتبعت هيروح مزود بقى بعض المعلومات قبليها وبعديها عشان يتاكد المعلومه دي هتتبعت صح لما يوصلها الناحيه الثانيه والكلام ده. وفي بروتوكولز والكلام ده، فالحاجات دي تفاصيلها اكتر في كورسات السي سي ان اي. طب هو انا ليه ظاهرها هنا؟ لان هي حاجه مهمه انك انت تعرفها، يعني انك انت اي معلومه في الترانسميتر بتعدي على كل اللايرز دي، وبعدها بتتبعت على الفيزيكال ميديوم وترجع تاني بتعدي على نفس اللايرز في الريسيفر. طيب احنا بقى السيستم اللي احنا هنتكلم عليه الكورس بتاعنا هو انهي حته؟ هو في الحته دي الفيزيكال لاير. احنا بنتكلم في الحته دي، احنا بنتكلم في اخر لاير. اللايرز اللي فوق دي كلها احنا مش هنتكلم عليها. الناس بتوع الكوميونيكيشن والالكترونكس اكتر، الالكترونكس والكوميونيكيشن يعني بيشتغلوا في الفيزيكال اكتر يعني، او يعني بتوع الالكترونكس اكتر الصراحه. يعني الالكترونكس اللي بيعملوا حاجات للكوميونيكيشن سيستم بيشتغلوا في جزء الفيزيكال، الباقي ده بيبقى اكتره بعد كده يعني في شغل سوفت وير او حاجات نازله على ديجيتال شويه او حاجات كده يعني. بس احنا عموما يعني نرجع تاني الكلام عشان ما نصعبش الدنيا، يعني احنا الكورس بتاعنا بيتكلم على جزء الفيزيكال لاير ده. تمام. ولو انت خدت اي كورس سن ايه هو بيركز اكتر على اللايرز دي وما بيركزش على الفيزيكال. الفيزيكال دي يعني سيركتس اكتر، بلوك دايجرامز، ايه السيركتس اللي بتبدا المعلومه على الميديوم نفسه. مش بنتكلم على البيتس تعرفها ايه او البروتوكول بتاع بعت الحاجه، يعني
احنا بنركز اكتر في جزء الفيزيكال ليفل. طيب زي ما قلت لكم السيجنالز هي جزء حاجه مهمه جدا عشان نفهم حاجات الديجيتال, يعني مبادئ الديجيتال عشان نفهمها, نعرف بقى نعرف يعني ايه باندويث. ليه مثلا وزاره الاتصالات لما بيبيع مثلا لشركات التليفونات باند حاجه معينه اسمها باندويث او باند كده يبعتوا عليه بتاخد منهم بالمليارات, يعني ايه باندويث؟ يعني ايه حاجه الشركات الاتصالات بتبعت عليها؟ يعني ايه مثلا في تشويش مثلا ليه مثلا الجيوش بتشوش على بعضها؟ ليه التشويش ده بيحصل؟ ليه كل حاجه ده؟ كل ده مش هيتفهم الا لازم تبقى فاهم الفري ترانسفورم. الفري ترانسفورم هو اساسيات كل الحاجات دي, خلاص. فحد اراجع معاكم يعني ايه فري ترانسفورم. انا لو انت عندي سيجنال جي اوف تي دي, خلاص هي نون بريوديك, يعني الفري ترانسفورم في الاساس هو معمول لنون بريوديك. يعني ايه نون بريوديك؟ يعني سيجنال خلاص موجوده في الوقت دلوقتي within period معينه, بعد كده ما بتبقاش موجوده خلاص, هي بتبقى ليميتد في التايم, يعني مش بريودك بتقعد تتكرر لما لا نهايه. فالفري ترانسفورم في الاساس هو معمول ايه فور نون بريودك سيجنال, تمام. وحاجه مهمه انك انت ما تعرف كل اي حاجه ما تيجي تاخدها لازم تبقى عارف يعني ايه, تبقى هنتس كده تبقى عارف هي دي بتستخدم لايه بالظبط. ليه؟ عشان انت بعد كده ممكن لو نسيت الحاجات دي ممكن تستخدم دي على دي على دي فتلاقي الدنيا بتعق معاك. حاجة كويسة مش لازم تبقى حافظ الحاجة, بس تبقى عارف ان فيها conditions معينة الحاجات دي بيها valid عشان ما استخدمهاش في حاجة تانية. فده فرق أساسي بينك وبين فني, خلاص انك انت خدت الحاجات من ناحية theoretical بتاعتها, لان theoretical ده هو الأساس اللي بيحكم الحاجات, يعني خدتها من ناحية theoretical فانت عارف ده امتى يستخدم وامتى ده ما يستخدمش. حتى لو نسيت عارف هتفتح بعد كده انترنت وهتقرأ وهتفهم وتفتكر الحاجة تاني هي كانت ايه conditions بتاعتها, الحاجة دي ممكن هستخدمها في الحالة دي أو في الحاجة التانية. يعني دي مفروض حاجة تاخدها في اعتبارك بعد كده يعني في أي مجال يعني عندك تشتغل. فأنا لو عندي السيجنال بتاعتي جي اوف تي سمول, جي اوف تي سمول دي سيجنال بريودك, فلو عملت ريفري ترانسفورم بالشكل ده ناقص ما لا نهاية من هنا وكملت ويسو ناقص جي 2 باي اف تي, فده هيبقى هو ده ايه, ده السبيكترم أو الفورير ترانسفورم بتاع السيجنال دي. أنا هتلاقوني ماشي في الكورس طول الوقت جي سمول تعبر عن السيجنال في التايم دومين, جي كابيتال هو بتعبر عن السيجنال في الفريكونسي دومين. فدي الفوري ترانسفورم بتاع دي. طب الانفرس فوري ترانسفورم بتاعها هو نفس التكامل ده بس هنا نيجاتيف بيبقى بلس يعني. طبعا انتوا ممكن تكونوا خدتوها بدل دي اف دي اوميجا, وانتوا عارفين اوميجا هي 2 باي اف فكنتوا بتقسم واحد على 2 باي هنا, يعني دي اوميجا على 2 باي هي نفسها دي اف يعني, تمام. وحب كمان انوه بحاجة, يعني هو يعني مفيش قاعدة اساسية تقولك انك انت مثلا لازم اروح من التايم للفريكونسي يبقى التكامل ده ماينس, لا ممكن يكون بلاس عادي بدل ماينس يبقى بلاس, بس اهم حاجة وانت راجع تعمل الاشارة العكسية يعني. خلاص يعني سواء ده نيجاتيف تروح من هنا يبقى وانت راجع تعمل بوستف, بس ده لا يمنع انك انت عملت بوستف هنا يبقى راجع النيجاتيف, لان معنى التايم والفريكونسي دومين يعني مش يعني انا قلت دلوقتي ده الدومين بتاع التايم. طب انا ممكن اقول لك يعني ايه, يعني تقول يعني سيجنال مرسومه مع التايم, طب انا ممكن اقول لك شيل كلمه تايم وحط كلمه فريكونسي هتفرق حاجه؟ يعني مش هتفرق حاجه, فهي مش فارقه يعني ايه تعريف التايم يعني ايه تعريف فريكونسي, يعني احنا مسميات قلنا ده تايم وده اسمه فريكونسي, طب ما ممكن عكس المسميات اقول بدل دي كلمه تايم دي فريكونسي, فمش مفيش فارق بينهم في حاجه يعني. طيب من الايكويشن دي كده هتلاقي ان الجي اوف تي اللي هي التايم سيجنال هي عباره عن سم اوف هارمونكس. ليه سم اوف هارمونكس؟ احنا عارفين ان اي انتجريشن هو عباره عن سمشن, صح؟ سمشن ليه هارمونكس كتير, يعني كل جي اوف اف تمام مضروبه في اي او سي جي 2 باي اف مجموعه على جي اوف اف اللي بعديها, يعني بدل دي اف 1 تبقى بعديها اف 2 في اي سي جي 2 باي اف 2, فهي عباره عن هارمونكس كتيره مجموعين مع بعض. يعني الفري ترانسفورم بيقول لك ان السيجنال في تايم دومين دي عباره عن فريكوانسي كومبوننتس كتير قوي مجموعين على بعض. الامبليتيود بتاع كل هارمونيك او بتاع كل فريكوانسي كومبوننت او بتاع كل كوزاين سيجنال فيها هو الجي اوف اف مضروب في الدي اف, مش جي اوف اف بس, هي المفروض الجي اف دي اف. ليه؟ السمشن ده مضروب ايه, جي اوف اف مضروبه هنا في الدي اوف اف, فالامبليتيود بتاع كل هارمونيك تعرفين معادله الهارمونيك هي اس جي, اس جي 2 باي اف تي دي معادله اللي هي بيجي منها كوزين يعني والساين,
خلاص تعبر عن الهارمونيك او كوزاين سيجنال بتتغير مع التايم. مضروبه بقى في ايه؟ مضروبه في جي اوف اف في الدي اوف اف. الجي اوف اف ودي اف ده اللي عباره عن ايه؟ الامبليتيود بتاع الهارمونيك الواحد، لكن الهارمونيك الواحد او كوزاين واحد. لكن الجي اوف تي اللي هي السيجنال بتاعتك اللي ليها نون بيريودك بتتكون من ايه؟ بتتكون من سام اوف بيريودك كوزاينز او هارمونيكس كتيره جدا، كل واحده الامبليتيود بتاعها جي اوف اف دي اف. خلاص، فهو ده التكامل ده ما هو عباره عن كده. طيب فده معناه ايه؟ معناه ان هو كمان من المعنى ده كده نقول ان الجي اوف اف سكويرد هو عباره عن الانرجي دينستي فانكشن، مش الباور دينستي فانكشن. تاني، هو حاجه اسمها انرجي دينستي فانكشن. تمام. يعني ايه؟ يعني انا لو انتوا مش انتوا خدتوا probability صح؟ يا دكتور خدناه. يعني ايه؟ فانتوا لو انتوا مثلا عندكم probability density function، لو انا قلت لك مثلا هات probability عند ان حاجه معينه تحصل، فبتكون تروحوا تعملوا ايه؟ تاخدوا probability density function عند certain عند certain مثلا x، وتشوفوا الفاليو بتاعتها وتضربوها في دلتا اكس، بتجيبوا الاريا اندر ذا كيرف. فنفس الحكايه بالظبط، هي الجي اوف اف سكويرد، يعني بعد ما عملتوا فري ترانسفورم للسيجنال لو عملت لها سكويرنج، هي دي اسمها انرجي دينستي فانكشن. فجايه من دينستي فانكشن بتاعتها، يعني لو عايز اجيب الانرجي عند سيرتن فريكوانسي لازم اقول الجي اوف اف سكويرد دي مضروبه في الدي اف. خلاص، دي هي الانرجي ات جيفن فريكوانسي، بروبابيلتي جيفن اكس هي عباره عن probability density function مضروبه في الدي اكس بتاعتها، هي نفس الحكايه. يبقى الانرجي at a certain frequency هو الجي اوف اف سكويرد مضروبه في الدي اف. طيب، والتوتال انرجي according to Parseval's law اللي انتوا خدتوها قبل كده، يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان تكامل السيجنال سكويرد في الفري دومين هو اللي بيساوي تكامل السيجنال في التايم دومين سكوير. خلاص، ده معروف الانرجي، تعريف الانرجي اللي بقول لكم عليه. لو انا عايز اجيب الانرجي عند سيرتن فريكوانسي كده، هجيب الجي اف اف سكويرد اللي هي بالشكل ده، اخ اضربها في الدلتا هنا، يبقى دي اريا اندر ذا كيرف هو بيساوي الانرجي عند الفريكوانسي دي. خلاص، وبارسيفال لو هو حاجه فيزيكال كده منطقيه، يعني لو انا في التايم دومين بحسب الانرجي، وعارفين انتوا قانون الانرجي، قانون الانرجي ان انا اخد السيجنال سكوير واكمل ناقص ما لا نهايه ما لا نهايه، لازم لما احسب الانرجي من الناحيه الثانيه خلاص في الفري دومين يطلع ايكوال بعض، يعني الانرجي هنا زي الانرجي هنا، لان الفري دومين هو تايم دومين بس ريبريزنتيشن مختلف، هما الاثنين بيعبروا عن نفس السيجنال. السيجنال اقدر اعبر عنها بالفري دومين او اعبر عنها في التايم دومين، بس الاثنين لازم في الاخر يحملوا المعلومات الفيزيكال اللي هي السيجنال دي ليها انرجي، فلازم الانرجي اللي ليها بتاعتها في التايم دومين هي نفسها الانرجي في الفريكونسي دومين. فبما ان انا بقول لكم لو عندي الانرجي عند فريكونسي معينه هي عباره عن جي اوف اف سكويرد في الدي اف، فده معناه ان التوتال انرجي هو تكامل، هو الاريا اندر فول ذا كيرف، يبقى هو عباره عن ايه؟ تكامل ماس ما لا نهايه ما لا نهايه، وده هو بيساوي ايه؟ بيساوي حسبه الانرجي في التايم دومين. حد ليه سؤال؟ طيب الفري ترانسفورم هو ممكن يتكتب بطريقه ثانيه، او يعني هنكتبه بقى. انتوا عارفين الفري ترانسفورم بيطلع حاجات كومبلكس، لان انت بتضرب فيه سي جي فدي كومبلكس وبيطلعك سيجنال كومبلكس يعني. فممكن اقول انها عباره عن ابسولوت فاليو جي اوف اف مضروبه في يو سي جي سيتا، ده عباره عن الامبليتيود وده عباره عن الفيز بتاع الفانكشن دي يعني. خلاص، فانتوا عارفين ان الفيز اي حاجه كومبلكس بيبقى ليها ريل وميجري، فالفيز ممكن يتجاب من الريل ايماجن عن طريق التان ماينس تان ماينس يعني. طيب طيب لو السيجنال بتاعتنا ريل، وهي دي الكيس بتاعتنا، يعني احنا بنتكلم في كوميونيكيشن سيستم، السيجنال بتاعتنا في التايم دومين اللي هي صوت مثلا، صوره، اي حاجه يعني، خلينا في الصوت او درجه حراره او الكلام ده، هي بتبقى في الاخر ايه؟ بتبقى سيجنال ريل، يعني ملهاش كومبلكس، ليها فاليو واحده، فاليو واحده منطقي يعني. ففي بروبرتي بتقول لك في الفري ترانسفورم، يعني بتقول لك لو السيجنال بتاعتك ريل لازم الجي اوف اف بتاعتك تبقى ايفن امبليتيود. يعني ايفن امبليتيود يعني عند، لو انا رسمت السيجنال كده مع الفريكونسي في الفريكونسي دومين اراوند الزيرو،
الاقي شكلها على اليمين زي شكلها على الشمال في ميرورينج بيحصل كده، ده اسمها ايه الايفن. لكن الفيس بتاعها السيتا اوف اف بتاعها هو اود، يعني لو لقيت الشكل ده اضربه في نيجاتيف الناحيه الثانيه، يعني الاقي عكسه نازل تحت، لو ده كان نازل كده الاقي الناحيه الثانيه، فالسيتا بتبقى بالاود لكن الجي اوف اف بيبقى ايه ايفن. طب دي ليه مهمه؟ يعني هي كويسه عشان احنا طول الوقت هنقعد دقيق وتقعد نرسم والكلام ده، فطول ما انت حاطط في بالك ان الدنيا بتبقى ايفن يعني. ماشي، ممكن تعيد الحته دي تاني؟ طيب هو طبعا انا ليه سؤال ليك، يعني هو انتوا خدتوا ان انا ممكن اي كومبلكس سيجنال عبر عنها بامبليتيود وفيز، صح كده ولا غلط؟ اه تمام تمام خلاص. طيب فلو انا السيجنال بتاعتي ريل، يعني سيجنال اللي هي بتاعتي في التايم دومين اللي انا عملت لها فوري ترانسفورم اللي هي كان اسمها جي سمول تي، لما عملت لها فوري ترانسفورم بقت جي كابيتال اوف اف، فانا لو بصيت على الامبليتيود بتاعتها خلاص هلاقيها طول الوقت ايفن اراوند الزيرو، يعني الشكل على اليمين اخوه الناحيه الثانيه، الميرور بتاعه الشمال الناحيه الثانيه بالظبط، شكل هنا كده لو دي تنزل يبقى الناحيه الثانيه تنزل كده. الامبليتيود كنت بنكت اه ده الامبليتيود تمام. لكن الفيز هو النيجاتيف بتاعه، يعني لو ده بيزيد الاقي الثانيه هنا بيقل بالنيجاتيف كذا، في اود فانكشن، دي اود فانكشن ودي ايفن فانكشن. تمام خلاص. احنا اكتر هنركز على الامبليتيود، يعني احنا اكتر ما نيجي بنرسم السيجنال في الفوري دومين بنرسمها الامبليتيود بتاعته، ما بنبصش على الفيز يعني ويفن الكورس يعني. خلاص تمام. حاجه نرسمها بعد كده لو السيجنال بتاعتنا لو هي جايين احنا من سيجنال في التايم دومين عادي بنرسمها ايفن، يعني هتلاقوا الشكل طول الوقت ايفن. طيب دكتور معلش، هو معنى كده ان احنا دايما مش هيبقى عندنا مثلا سيجنالز ليها اشكال تانية؟ يعني هي دايما مثلا الامبليتيود بتاعها هيبقى واخد الشكل ده والفيس بتاعها او هيبقى قط مثلا؟ لا بالشكل ده، يعني ده شكل اربيتري، يعني ده اي شكل كده انا مثال يعني، وممكن اي شكل بس لازم يكون سيمتريك صح كده، اللي هو حوالين الواي. ايوه صح حوالين الواي صح. تمام دكتور، واحنا في الكورس بتاعنا هنعتمد ان احنا ناخد اغلب الحاجات ريل ولا ده بس حاجه يعني سبيشال كيس احنا نبقى عارفينها؟ اه هو ريل، يعني احنا كل حاجه هنبقى نتكلم من سيجنال تايم دومين فهتبقى ريل، يعني على ما فانا فاكر يعني من الكورس كله لا كل حاجه ريل يعني. تمام تمام شكرا جدا دكتور. بس كده كده دكتور لما اجي اضربها لما اجي اطلعها تبقى ايماجينري صح؟ يعني انت عملته فري ترانسفورم كده هتلاقي ايماجينري على طول، يعني كومبلكس هتلاقي كومبلكس خلاص، بس احنا لما بنيجي نرسم بناخد الابسوليوت فاليو بتاع جي اوف اف. ايوه الجي اوف اف ناخد الابسوليوت بتاعه. تمام يعني انا باي ديفولت كده همشي بالطريقه دي، انا باخد الابسوليوت فاليو وطول وانا ماشي يعني. طيب في بعض البروبرتيز بقى لازم دي هتسهل لنا الدنيا. اول حاجة اللينياريتي والتايم سكيلينج والدواليتي والتايم شيفتينج وكده بتاع ضارب بقى. طيب هو انا اسف بس هو نفس حاجة عشان مشكلة انا مشغله من جوجل درايف ف يعني مش كويسة يعني. او انا عموما بديكوا الباوربوينت هتلاقوها على درايف يعني، او على قصدي التيمز وعلى الIMS الLMS يعني هرفعها يعني عادي يعني animations كل حاجة. هو في بعض properties يعني أول حاجة هي حاجة linearity، يعني المفروض هنا في حاجة مرسومة بس ممكن نأجل الحتة دي المرة الجاية مثلا أقولها لكم بعد كده معناها معتمد عليها حاجة بعدين. طيب الfree transform في بعض functions كده أنا حطيتها لأن ساعات الواحد بينساها وهتحتاجوها يعني بتيجي في المسائل كتير شوية يعني. أنا عندي السيجنال في التايم دومين شكل تريانجل كده من نيجاتيف تاو لتاو وامبليتيود إيه، فالفريكونسي دومين بتاعها أو فري دومين بتاعها هو عبارة عن إيه الامبليتيود ده في نص البريود اللي إيه في التاو في سينك سكويرد إف في التاو خلاص. أما لو هي عبارة عن ريكتانجل كده أو بالس من نيجاتيف تاو لتاو يعني عرضها 2 تاو يبقى بقول إيه الامبليتيود مضروب في العرض ايه في 2 تاو في سينك ايه بقى الاف في 2 التاو خلاص.
فدي ايه الحاجات دي الكلام كده كده يعني. انتوا في الفاينل او سواء في الميد تيرم الحاجات دي يعني لو يعني فكروني بيها عادي بتبقى في الشيت في الامتحان بتيجي يعني. مش لازم الواحد يحفظ الحاجه دي يعني. كده كده انت بعد ما تخلص الكورس هتنسى الحاجات دي، لكن بعد كده تعرف لو حبيت تدور عليها على النت بتلاقيها يعني. طيب الدلتا بقى فانكشن او الديراك فانكشن او الامبلس سواء انت بتسميها ايه، الامبلس نفسها خلاص اللي انتوا خدتوها في الكوميونيكيشن دي قصدي في السيجنالز، هي معناها هي ماثماتيكلي فيها مشكله يعني. يعني ناس بتوع الماث العاديين لو اديتهم حاجه فانكشنز كده هي فيها مشكله من ناحيه الماث. ليه؟ لانها هي بتقول لك ان الفانكشن بتاعتك بتساوي زيرو خلاص عند اي فاليو غير التي بتساوي صفر، ولكن عند التي بتساوي صفر هي بتساوي ما لا نهايه. تاني احنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الدلتا دي بتساوي ما لا نهايه عند التي ايكوال زيرو وعند فاليو تانية غير بعد تي ايكوال زيرو، يعني بعد تي ايكوال زيرو قبل تي ايكوال زيرو هي بصفر. فهي ماثماتيكلي كده فيها مشكله. طيب هما ليه استخدموها؟ لان احنا واحنا ماشيين دلوقتي هنعرف انها سهلت حاجات كتير يعني. خلت لنا الفوري ترانسفورم ده زي ما انا قلت لكم هو فور نون بيريودك سيجنال نقدر نستخدمه في بيريودك سيجنال. بمعنى اصح الناس بتوع الانجينيرز لقوا ان الدلتا دي حاجه مفيده بالنسبه لهم، تابته مفيده في الابلكيشنز بتاعته. ليه؟ سهلت عليهم الدنيا، وهتلاقوا انها بتسهل علينا بعد كده. طيب فبتوع الماثماتكس ماثماتيشنز يعني حاولوا يولفوا لها توليفه كده. ايه هي؟ قال لك اول حاجه ان الدلتا دي تمام ما ينفعش استخدمها كده لوحدها. يعني ايه ما ينفعش استخدمها لوحدها؟ يعني استخدمش هستخدمها فانكشن كده لوحدها. الدلتا كده ما ينفعش اضربها فانكشن كده تانية وخلاص، لا انا عشان استخدم الدلتا لازم تكون جوه تكامل خلاص. فقالوا لك ايه؟ ان تكامل الدلتا من ناقص ما لا نهايه ما لا نهايه بيساوي واحد. اللي انتوا عارفين والاريا اندر ذا كيرف بتاع الدلتا لما كنتوا تحسبوا الاريا بيساوي واحد خلاص. فهم قالوا لك كده عشان ما تيجي تستخدم الدلتا والدنيا ما تعكش معاك ونلاقي حاجات كده غريبه في الماثماتكس، قال لك ايه؟ ما تيجي تستخدم الدلتا استخدمها جوه التكامل خلاص. يبقى ما ينفعش كده تستخدمها لوحدها، لازم تحطها جوه التكامل. طيب ونتيجه كده لو انا حطيت الدلتا دي ضربتها في الجي اوف تي، فانتوا عارفين ان انا لو عندي دلتا واقفه عند فاليو تي نود وضربتها في جي اوف تي هتلاقي انها بتدي لي فاليو بتاع الجي اوف تي دي عندي تي نود. ليه؟ لانها الدلتا ملهاش فاليو الا عند الفاليو بتاعت التي نود، وهي بصفر عند اي فاليو تاني. يعني دلتا تي ماينس تي نود يعني دلتا بدل ما هي بادئه عند الصفر خلاص زي هي كده الاقيها فين؟ واقفه عند تي نود خلاص. فالدلتا دي انا خدتها ايه؟ الفانكشن دلتا دي هي مش اسمها فانكشن بقى او اسمها حاجه تانية يعني مش فاكر اسمها ايه يعني بيسموها حاجه تانية. الدلتا دي ما اجي اضربها في فانكشن اسمها جي اوف تي هي صفار في الحته دي كلها، بس هي ليها فاليو فين؟ في الحته دي خلاص. وبما ان انا بستخدم الدلتا دي جوه التكامل خلاص، وهي الفاليو بتاعتها بتساوي واحد لما كاملها في الحته دي كده الاريا في اندر ذا كيرف، فلما اضربها في الجي اوف تي جوه التكامل هيحصل ايه؟ بدل ما يطلع لي واحد هيطلع لي الفاليو بتاع الجي اوف تي في اللحظه دي خلاص. فالدلتا كانها بايه؟ بتسامبل الفانكشن بتاعتي الكونتينوس فانكشن بتاعتي عند فاليو تي نود، بتقول لي مثلا الجي اوف تي دي عند التي نود بالظبط بتساوي كام. يبقى دي فايده الدلتا، فايده من فوائد الدلتا. طيب الدلتا فانكشن او الديراك فانكشن بتنيبل اس تو يوز فور فوري ترانسفورم اوف باور سيجنالز. لو انتوا فاكرين خالص اول ما خدتوا الفوري ترانسفورم او الفوري ترانسفورم في ماده الماث كان بيقول لك ايه؟ الفوري ترانسفورم لازم يجي يستخدم مع ايه؟ فور ما ينفعش يستخدم مع باور سيجنال. كان بيقول لك انها لازم تبقى سيجنال ما ينفعش تبقى باورد سيجنال يعني خلاص. يعني ايه باور سيجنال؟ يعني هي سيجنال بيريودك. يعني ايه بيريودك؟ يعني حاجه بتتكرر طول الوقت مع التايم خلاص، ما لهاش انرجي. ليه؟ الانرجي بتاعتها ما لا نهايه، لكن هي ليها انرجي اسف يعني، بس الانرجي بتاعتها ما لا نهايه لكن ليها باور. الديفينيشن الاكتر بتاعها ما حدش يقدر يقول للكوزين ايه الانرجي بتاعتها. ليه؟ لان لو جبت حسبت الانرجي بتاع كوزين سكويرد وقعدت اكلم ناقص ما لا نهايه، ما لا نهايه
هلاقي الانرجي بتاعتها بما لا نهايه. فده مش حاجه ديفينيشن، فانا بحسب قد ايه انرجي بير يونت تايم دومين اللي هي الباور يعني. فالباور سيجنالز زي البيريوديك سيجنالز ساينز وكوزاينز والكلام ده في الاساس ما ينفعش يستخدموا مع الفوريير ترانسفورم، لكن تعرفنا للديراك فانكشن او للدلتا فانكشن مكلنا ان احنا نقدر نستخدم البيريوديك سيجنالز ونعملها فوريير ترانسفورم. ازاي بقى؟ هنشوف بقى دلوقتي، يعني هنشوف واحنا ماشيين دلوقتي. طيب الكونفوليوشن بقى، لو انتوا شايفين هنا كده تاني، لو انا عندي الدلتا تي ماينس تي نوت مضروبه في جي اوف تي دي تي، ده كان ماينس مالها هي بيطلع جي اوف تي نوت. شكل ده هو شكل الكونفوليوشن اللي انتوا خدتوه قبل كده. فانا بدل تي نوت خلاص هكتب ثواني بس، تمام؟ يعني بدل التي دي خلاص شلتها وحطيت بدلها تاو يعني، وبدل التي نود دي حطيت بدلها تي خلاص، وعكست بس الدنيا. هتلاقي ان بما ان الدلتا كونفوليوشن مع الجي بيساوي الفاليو بتاعت الجي عند التي نود، يبقى بعدها كده لو انا شلت كل تي نود حطيت بدلها تي، وكل التي دي حطيت بدلها تاو خلاص، كأننا يعني رسمنا سيمبلز مختلفة. فهلاقي ان جي اوف تاو مضروب في دلتا تي ماينس تاو والناس ما لا نهايه ما لا نهايه اسمها الجي اوف تي. او بمعنى اصح لو انا عندي فانكشن بتاعت الجي كونفوليوتد مع الدلتا بيساوي جي اوف تي خلاص، يبقى الدلتا ما يحصلها كونفوليوشن مع اي فانكشن مش المفروض تبقى جي اوف تاو؟ لا مش احنا المفروض ان احنا بناخد يعني الديراك فانكشن دي بقت عند التاو هي اللي بواحد، فبالتالي الجي اوف تاو هتبقى هي اللي هتطلع، لان هي هتبقى عند مثلا عند التاو مش عند التي. لا هو بس هو انت بس متلخبط، لان دي هي يعني ممكن دي كتب دلتا تاو ماينس تي صح، يعني دلتا تي ماينس تاو هي نفسها دلتا تاو ماينس تي، لان الدلتا هي سيمتري اراوند الزيرو يعني. تمام. بص الدلتا دي بدا ممكن اقول تي ماينس تاو اقول تاو ماينس تي. تمام تمام. لو قلت تاو ماينس تي هتلاقي زي هنا، فاهم قصدي؟ تمام تمام. يعني تي دي شيلها حط بدلها تاو، والتي دي حط بدلها تاو، والتي دي حط بدلها تاو، والتي نوت دي حط بدلها تي، وهنا تي. تمام فاكر كده؟ تمام. روح كده نفس الحكايه بس اقلب دي مكان دي يعني. خلاص يعني هو الدلتا لو عكستها يعني مش فارقه اللي جوه ده يعني، عشان هي سيمتري يعني اراوند دي. ف من يعني المعادله دي عشان بس ما تلخبطش، بتاع دي هي نفسها دي يعني خلاص، احنا بس السيمبلز غيرناها من بعض يعني. عموما يعني فالشكل ده انا ليه كتبتها بالطريقه دي، لان ده شكل الكونفوليوشن انتم متعودين عليه. فلو قالك السيجنال دي بالشكل ده التكامل كده، فبتقول لي ان ده معناه ان جي لما تبقى كونفوليوتد مع حاجه اسمها الدلتا بيساوي الجي. يعني ايه؟ يعني جي لو كونفوليوشن مع الدلتا بيدي لك الجي نفسها. طب انا لو شلت التي وحطيت بدلها تي ماينس تي نوت، لو رجعت وحطيت هنا في التكامل تي ماينس تي نوت هشيل التي هنا وحط بدلها تي نوت تي ماينس تي نوت في الشكل ده كده. فده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الجي كونفوليوتد مع دلتا متشفته عند تي نوت هيطلع لي جي بس متشفته عند التي نوت. المفروض انا اسمها هنا يعني لو انا جي اهي خلاص عملتها كونفوليوشن مع دلتا، بدل ما هي واقفه عند الزيرو واقفه عند تي نوت، هتعمل ايه؟ هتاخد الجي دي تشفتها فين؟ عند التي نوت. دي الدلتا بتعمل كده. يبقى الدلتا بتعمل ايه في اي فانكشن؟ بتسنترها حوالين، يعني لو فانكشن دي متسنتره او يعني بتخلي الاوريجن بتاع الفانكشن بدل ما هو هنا يقف عند الدلتا، او الاوريجن حتى بتاع الفانكشن كان هنا، هتاخد البتاعة دي كده على بعضها وتوديها كده، يبقى الاوريجن بتاع الفانكشن توديه ايه؟ تي نوت، او بمعنى اصح كل الفانكشن تشفتها كده تي نوت خلاص. يبقى هي دي الدلتا. يبقى الدلتا لما تبقى كونفوليوتد مع اي سيجنال بتعمل ايه؟ خلاص بتشفتها عند المكان اللي عندها، بتشفت الاوريجن بتاعها او بتعملها شيفت فاليو تي نوت. تمام؟ حد ليه سؤال؟ دكتور بعد اذن حضرتك،
هو احنا ممكن نعيد تاني حتة انهي الانرجي بتاعته بانفينيتي، يعني الامبلس نفسها تبقى الانرجي بتاعتها بانفينيتي، ولا لما تبقى convoluted مع حاجة تاني؟ لا انا ما قلتش الامبلس، سيبك بس الامبلس عشان هي غريبة خلاص. انا بقول الكوزاين، كوزاين لو جيت قلت لك احسب الانرجي بتاعت الكوزاين هتعملي لي ايه؟ هاخد الكوزاين اعملها سكويرنج واكملها في التايم الناقص ما لا نهاية ما لا نهاية، صح؟ ايوه صح. طيب التكامل هو عباره عن الاريا اندر ذا كيرف، صح؟ صح. طيب كوزين سكوير دي عباره عن ايه؟ شكل كده كوزين اسمها كوزين متسقوره، يعني حاجه كده بالبوزيتيف. لو انا لو انت متخيله الشكل كده قلت لك احسب الاريا اندر ذا كيرف بتاع كوزين سكوير بكام؟ هيبقى هي دايما هتبقى فوق، هتبقى فوق صح. تمام، فيبقى بإنفينيتي. اه وبتكرر كود كده لما لا نهاية، فالإنرجي بتاعتها هتلاقي انها بإنفينيتي. تمام صح. فمش منطقي اقول لك هاتي الإنرجي بتاعت الكوزين هتقولي بإنفينيتي. طب احنا طلعنا بمعلومه مهمه يعني، ايوه خلاص عرفنا انها إنفينيتي، بس بكام يعني؟ يعني ايه اللي يفرق الكوزين دي عن الكوزين بتاعت عمر، عن الكوزين بتاعت خالد؟ الكوزين اللي هي فريكونسي بتاعتها 1 هرتز او الكوزين بتاعتها 1 كيلو؟ مفيش معلومه يعني. خلاص المعلومه تفرق امتى؟ الباور بقى، ما دام السيجنال انرجي سيجنال باور سيجنال، يعني يعني اقدر اعرف لها باور. خلاص ما اقدرش اقدر اعرف لها باور زي الكوزين كده، فبعرف لها باور يعني. تمام شكرا. بس الباور سيجنالز هي السيجنالز اللي ليها انرجي بما لا نهايه واقدر اعرف لها باور. تمام شكرا حضرتك. عفوا. طيب طيب تاني حاجة بقى، الفري ترانسفورم بتاع الدلتا، الفري ترانسفورم بتاع الدلتا نفس الحكاية. لو انت حطيت الدلتا كده جوه في تكامل وكملت اريا اندر في الكيرف يعني هتلاقي ان هو بيساوي واحد. فالفري ترانسفورم بتاع اي دلتا معناه ايه؟ معناه حاجة كونستنت كده في الفريكونسي دومين. يعني لو عندي دلتا في التايم دومين خلاص واقف عند تي ايكوال زيرو، هتعرف فري ترانسفورم يبقى معناها ايه؟ معناها في فاليو ثابتة كده مع الفريكونسيز. فيزيكلي ده معناه ايه؟ معناه ان الدلتا فانكشن في التايم دومين بتتكون من فريكوانسي كونتنتس من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه، لان مع الاف كده وانا برسم السبيكتروم كده مع الاف، ما دام الفاليو ثابته كده يبقى انا عندي فريكوانسي كومبوننت هنا وهنا 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 وهكذا لما لا نهايه. وده منطقي. ليه؟ انا لما عندي ابروبت تشينج، تغير سريع جدا، الامبلس دي تغير سريع جدا، احنا بنقول انها قبل الصفر على طول، اللي هي مش عارفين ايه، حاجه صغيره قوي كده بصفر، وفجاه توصل لما لا نهايه. خلاص فده تشينج ان سلوب عالي جدا. الحاجه الكوزاين كل ما تبقى الحاجه سريعه جدا في التايم دومين يبقى معناها محتاجه كومبوننتس كتير من الكوزاينز والساينز عشان تقدر تعمل التشينج دي. لكن انتوا عارفين الكوزاين والساين تبقى شكلها ايه؟ عباره عن حاجه كده التشينج بتاعها كوزين، حاجه سموث كده طالعه نازله، صح؟ طيب ازاي بقى حاجه من طالعه نازله كده اقدر اكون منها حاجه سريعه جدا في التشينج؟ يبقى انا محتاج كوزينات وساينات كتير جدا يتجمعوا على بعض بطريقه ما ان هم يطلعوا لي الابربت تشينج ده. خلاص اكبر حاجه ابربت تشينج تغير سريع هو الدلتا فانكشن على حد علمي، يعني انها ايه؟ الدلتا فانكشن. فلما اعملها فوري ترانسفورم هلاقي ليها فريكوانسي كونتنتس من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه، عندي كونتنتس بالهبل في ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه. خلاص فالفوري ترانسفورم بتاع الدلتا بيساوي واحد. يبقى دي تاني بروبرتي احنا عارفين عايزين نعرف. اول حاجه يبقوا عارفينها لازم ايه؟ ان الدلتا لما تبقى كونفوليوتد مع الفانكشن بتشفتها فين؟ عندها بتشفتها بنفس الفاليو اللي جوه عند التي نوت. يعني لو فانكشن كده وهي واقفه عند التي نوت تاخدها وتشفتها عند التي نوت. تاني حاجه الفوري ترانسفورم بتاعها بيساوي ايه؟ حاجه ثابته، فلو هي دلتا كده يبقى في الناحيه التانية حاجه كونستانت، او اللي هي بنسميها الرقم الفاليو بتاعتها واحد يعني. حد ليه سؤال؟ طيب في duality property اللي هي لو انتوا فاكرينها في السيجنالز. ايه هي duality property؟ بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت عندك السيجنال عارفها في التايم دومين وعملتها فوري ترانسفورم فراحت في الفريكونسي دومين، لو انت خدت الفانكشن دي اللي هي فريكونسي دومين بعد ما تعبر عنها في الفريكونسي وقلت انها دي هي نفسها في التايم،
وعملت الانفرس فوري ترانسفورم هتلاقي هو ايه، او يعني بدل ما هي شكلها فريكونسي نقلتها حطيتها في التايم، هتلاقي نفس الفوري ترانسفورم هو نفسه. يعني فوري ترانسفورم تيبلز اللي انتوا حفظتوها قبل كده اللي هي مثلا البالس بتبقى سينك وتريانجل بيبقى سينك سكوير، فانا لو قلت لك لو طب لو انا عندي سينك سكوير الفوري ترانسفورم بتاعه ايه، هتقولي تريانجل. هو بيستخدم نفس البروبرتيز بتاع في دواليتي في الفري دومين في الفريكونسي في الفري ترانسفورم. فانا لو عندي فاليو بواحد مع التايم، يعني ايه فاليو واحد مع التايم؟ يعني طول الوقت مع التايم، طول ما التايم قاعد بيفوليوت كل ما التايم قاعد يزيد الفاليو بتاعت السيجنال بتاعتي ثابته دي سي سيجنال خلاص. فده معناه في الفريكونسي دومين هو سيرت، هو معناه ايه دلتا اف؟ يعني يعني معناها لو انا عندي مثلا دي سي سيجنال فده معناها ان هي ما فيش اي فريكونسي كونتنتس، ما فيش ساينس ولا كوزاينت. ايه الحاجه اللي فيها؟ هي ساين الفريكونسي بتاعتها بصفر خلاص، ده الدي سي. يبقى انا لازم مثلا لما اعمل فري ترانسفورم للدي سي الاقي فريكونسي بس كونتنت واحده عند ايه، عند زيرو اللي هي الايه الامبلس دي خلاص. طيب نفس الحكايه لو انا عندي بدل 1 اي سي جي 2 باي اف سي تي، لو انتوا فاكرين من الشيفتنج بروبرتي لو عندي فانكشن مضروبه في اي سي جي 2 باي اف سي تي بتعمل ايه في الفانكشن؟ بتشفتها عند الاف سي. طب انا عندي هنا واحد مضروب في اس جي تي باي اف سي تي، يبقى الفوري ترانسفورم بتاعها اللي هو الدلتا هشفته عند اف سي، يبقى هو بدل عند الزيرو هيبقى عند ايه اف سي. طيب طب الكوزاين، احنا عارفين ان الكوزاين بتساوي نص في اس جي تي باي اف سي تي بلس اي اس ناقص جي تي باي اف سي تي. لو قلت لك اعمل لي فري ترانسفورم لحاجه زي كده خلاص اكوردنج لينيارتي، اول حاجه هتعمل ايه؟ ما تعمل فري ترانسفورم للفانكشن دي او ده على بعض، الفري ترانسفورم بيساوي ده زائد ده، فانا هعمل فري ترانسفورم لده وعمل فري ترانسفورم لده، فده معناه ايه؟ اي اس جي 2 باي اف سي تي عملها فري ترانسفورم يبقى دلتا عند الاف سي. طب اي اس ناقص جي 2 باي اف سي تي بدل بلس يبقى ماينس، يبقى دلتا عند الماينس اف سي. وانتوا عارفين لما يبقى عندي ماينس بعبر عنها ببلس هنا في الشيفت يعني في الشكل يعني. خلاص ولو هي عند الاف سي يبقى هي ده، فدي هي دي ودي هي نص ودي نص تمام. طيب دكتور. هنا اتفضل، مش المفروض هنا تكون عندي الامبلس نفسها مضروبه في مضروبه في الرقم ده، مضروبه في الفورمولا ديت في النص ولا ايه ولا انت بتاع ايه؟ انا قصدي الامبلس نفسها تكون مضروبه في الـ في الـ في الفورمه دي. ايه الفورمه دي؟ طيب اللي هي نص نص سيجما اف ماينس اف سي زائد سيجما اف زائد اف سي. لا لا يعني دي دلتا ودي دلتا تانية، يعني فوري ترانسفورم بتاع الكوزاين انت مقتنع ان هو مش ده ولا انا عشان اجيب الفورير ترانسفورم بقى بتاع الفانكشن بتاعتي لازم تكون الفانكشن نفسها مضروبه في دول، صح ولا غلط؟ لا لا يعني معلش بس انت ايه يعني انت فاهم دي صح؟ اه فاهم دي كده جت ازاي ولا مش ولا لا؟ ايوه فاهم اللي فوق. انت فاهم اللي فوق واللي تحت فاهم جت ازاي؟ لا مش فاهم جت ازاي. طيب انت الكوزين عارف انها ممكن اقول لها نص وافتح كوسين اي اس جي بلس اللي جوه بلس اي اس ناقص جي اللي جوه صح؟ تمام تمام. انا ما بقول لك اعملي فري ترانسفورم للشكل ده حاجه بلس حاجه، هتقول لي اعمل فري ترانسفورم لده وبعدين اعمل فري ترانسفورم لده واجمعهم على بعض صح. طيب فري ترانسفورم لده بيساوي ايه؟ ارجع ابص انا لسه حاسب قايل ان هو بيساوي دلتا عند الاف سي صح. اه بس بدل ما هو مضروب في واحد مضروب في نص صح. اه يبقى هرسم دلتا كده عند الاف سي واضربها في نص وعبر عنها هنا كتابة هي دلتا عند الاف سي بس مضروبة في نص نص. بعدين في بلس عايز اعمل فوري ترانسفورم لدي اعملها ازاي؟ انا عندي حاجة قبل كده بتقولي البلس بيروح عند بلس اف عند ناقص اف سي ماينس كان عند اف سي. طب لو هي ماينس يبقى اشيل الماينس دي احط بدلها ايه؟ بلس صح؟ يعني ديت كده حاجه ثابته احنا استنتجناها ان الاي اس حاجه
يعني الاي او سي جي حاجه بتتشفت عند الـ اف سي او نيجاتيف اف سي، احنا اصلا مستنتجينها من قبل كده صح؟ لا يعني ايوه انت انت فاكر انت في فري ترانسفورم عادي، في فري ترانسفورم عادي يعني صح احنا مستنتجينها من قبل كده، بس عايز افكرك بس جت ازاي. لو انا عندي فانكشن عملت لها فري ترانسفورم وطلعت فانكشن معينه خلاص، لو الفانكشن دي في التايم دومين ضربتها في اي او سي جي 2 باي اف سي تي ايه اللي بيحصل؟ مش انتوا خدتوها دي ولا لا في السيجنالز؟ بتتشفت عند اف سي صح؟ صراحة انت عارف الحته دي صح؟ طيب احنا قلنا ان الفري ترانسفورم بتاع الواحد بيساوي امبلس، طيب ده ضربته في يو سي جي 2 باي اف سي تي اديني المفروض امبلس، امبلس بس متشفت عند ايه؟ عند الاف سي، عند الاف سي تمام. فاحنا استخدمنا الشيفت بروبرتي، تايم شيفت بروبرتي اللي انتوا خدتوها قبل كده خلاص، طبقناها على ايه؟ على ان الفوري ترانسفورم بتاع الواحد بيساوي الدلتا اللي هو جاي من فين؟ جاي من الدواليتي بروبرتي ان الدلتا الفوري ترانسفورم بتاعها بواحد خلاص. بس اللي هو لو احنا حطينا دلتا جوه تكامل وكملنا من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه، فهي كانك اريا اندر ذا كيرف بتساوي واحد في الاخر، فالفوري ترانسفورم بتاع الدلتا بيساوي واحد، طب يبقى الفوري ترانسفورم بتاع الواحد بيساوي دلتا. اللي هي دي فوري ترانسفورم بتاع الواحد بيساوي دلتا. انت واقف فين؟ طيب قول لي. لا خلاص كده تمام اكيد ما تتكسفش. لا لا تمام. طيب ماشي. طيب نرجع بقى الكوزاين، فالكوزاين هنا بنعبر عنها في فريكونس دومين امبلس عند الاف سي وعند النايس اف سي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه لما اجي ابص كده في الشكل ده يبقى انا عندي سيجنال بس او عندي هارمونيك واحد عند الاف سي وهارمونيكس ومفيش اي حاجه غير الاف سي، وهو ده تعريف الكوزاين. الكوزاين يعني هارمونيك سيرتن هارمونيك عندي اف سي، فالحاجه الوحيده اللي كانت تعبر اقدر اعبر عنها بحاجه كده هي الدلتا فانكشن. يعني انا اقول لك قول لي اي فانكشن بتدي لي فاليو بس عند حاجه معينه وما بتديش فاليو عند حاجات تانية، مش هتلاقي فانكشن الا الدلتا. الدلتا هي الحاجه الوحيده اللي نقدر نعبر عنها حاجه بزي كده، فعشان كده الدلتا حاجه مهمه حلوه كده بالنسبه لنا كمهندسين ان احنا حبينا الدلتا، وعشان كده الماثيماتيشنز ظبطوها لنا عشان تبقى كده ايه، تبقى ماثيماتكس تبقى كويسه. فده سبب ان احنا استخدمنا الدلتا. ليه؟ لان هي مكنت لنا ان احنا نعرف نعمل فري ترانسفورم للكوزين وان احنا نريبريزنت، وقلنا ان الكوزين عباره ايه عند دلتا كده عند البلس اف سي وشبهها بالظبط عند الناقص اف سي خلاص. طيب طب ممكن واحد يتلخبط يقول لك طب انا كنت بستخدم الفري سيريس. ايوه هقول لك الفري سيريس هو لما تيجي ترسمه كنت بترسمه مع الفريكوينسي دومين كان بيبقى ديسكريت كده، كنت بتقول ان 0 ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 ان 5 ان 6، كنت تقول انا عندي كده ترسم خط كده انا عندي عند الفريكوينسي ده عند الان المعينه دي في بعبر عنه ان في كومبوننت. لكن مشكلتنا في الفري ترانسفورم اللي هو بيطلع لك حاجه كونتينوس مع الفريكوينسي، عندك كل ده كده كونتينوس، مش بنرسم حاجات ديسكريت، لا احنا بنرسم حاجه كونتينوس لان هو اصلا معمول فور نون بيريودك سيجنال، وفور نون بيريودك سيجنال الفري ترانسفورم بتاعها بيبقى كونتينوس. فازاي انا حاجه بيريودك سيجنال عبر عنها ترانسفورم مستخدم نون بيريودك؟ الحاجه الوحيده اللي مكنت لنا هو الامبلس تمام. كده حد ليه سؤال في الحتة دي؟ طيب طيب في تاني حاجة عايز اقولها لكم كمان، انا قلت ان الكوزين بيعبر عن دلتا عند الاف سي ودلتا عند الناس اف سي. طب هو دو تو فريكونسي كومبوننتس؟ لا هو هي واحدة واحدة عند الاف سي، بس احنا من الناحية الماثماتيكال من ناحية الماثماتيكال بنرسم البوست فريكونسي والنيجاتيف فريكونسي، بس مش حاجه اسمها نيجاتيف فريكونسي في الحقيقه، هو بوست فريكونسي. طب ده فيزيكلي معناه ايه؟ ده معناه ان في حاجه كده في سيجنال الفيز بتاعها بيزيد بالبلس، واحده تانية الفيز بتاعها بيزيد بالنيجاتيف. يعني الاي او سي جي 2 باي اف سي تي ده الفيز بتاعتها مع التايم قاعده تزيد بالبلس لان انا ايه في بلس، وفي كومبوننت تانية هي ناقص جي 2 باي اف سي تي، يعني تي قاعدة تزيد مع التايم هي بتزيد بالنيجاتيف.
خلاص الاثنين دول مع بعض هما بيكونوا الكوزين. يبقى الكوزين ده عباره عن ايه؟ سي جي بتزيد بالبوب عباره عن فانكشن كومبلكس خلاص كده، واحده بتزيد بالبوزيتيف فيز اللي هو اللي كنتوا فاكرين الفيزر دايجرام، واحده كان فيزر دايجرام واحد بيلف كده والتاني بيلف عكسه، الاثنين دول مجموعهم مع بعض بينترفيروا كده مع بعض بيطلع لك شكل الكوزين خلاص. فده عباره عن فيزو ماشي في البوزيتيف فري في البوزيتيف فيز بيزيد مع التايم، وفيزو تاني بيزيد مع النيجاتيف مع التايم بس بالنيجاتيف، مجموعهم على بعض بيدي لك كوزين. عبرنا عنه ازاي؟ كاننا كده رسمنا في الاف واحده عند الاف سي واحده عند الناقص اف سي، بس ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف فريكونسي في الحقيقه فيزيكلي، هو ده بس تعبير كده ماثماتكس كده او يعني عشان بنرسم يعني. لكن ده معناه ايه؟ ده معناه حاجه الفيس بتاعها بيزيد بالبوزيتيف وده معناه فيس بيزيد بالنيجاتيف، الاثنين مع بعض يتجمعوا مع بعض هنا دول كده يطلعوا لي الكوزين سيجنال بتاعتي. خلاص حد لي سؤال؟ طيب طب الساين، الساين بدل بلس بتبقى ماينس وبدل واحد على اتنين بيبقى واحد على اتنين جي، يبقى هنا نفس الحاجات دي التكاملات دي، بدل بلس هيبقى هنا في ماينس وبدل نص هيبقى واحد على اتنين جي، الحاجات دي كلها كونستنتس يعني. فده معنى ايه؟ معناه ان ده مضروب بدل نص واحد على اتنين جي، واللي عند الاف ناقص اف سي اللي هي دلتا اف بلس اف سي بدل ما تبقى مضروب واحد بدل نص هتبقى مضروبه في ناقص واحد على اتنين جي، فكانها نازله لتحت كده، او ممكن ترسموها لفوق بس تضربوا في تضربوا جنبها نيجاتيف واحد على اتنين جي. طيب نكمل بقى. طب انا لو عندي الجي مضروبه في الكوزين ايه اللي يحصل؟ دي بقى حاجه اساسيه من اول هنا بقى نبدا بقى في اول حاجه محتاجينها هنستخدمها بقى كتير قوي الفتره الجايه، ان كل سيجن في سيجن عندنا في التايم دومين صوتي اللي هو الجي اوف تي بضربه في كوزين هارمونيك ايه اللي هيحصل له؟ عايزين نعرف الجي اوف تي لما اضربها في كوزين تعالوا نعملها ايه. ما دام انا قلت لك سيجنال تو فانكشنز كده مضروبين بعض في التايم دومين هتقول لي ايه؟ وما في الفريكوينسي دومين كونفوليوشن، يعني اجيب الفري ترانسفورم بتاعت الجي يبقى الجي اوف كابيتال والكوزين اعملها فري ترانسفورم يبقى نص دلتا عند اف سي ودلتا عند ناقص اف سي، دي لسه جايبينها من السلايد اللي قبليه. فلما اقول لك دي كونفوليوشن مع دي هتقول لي ايه؟ هتقول لي لو عندي الجي اوف اف اهي كده وعندي دلتا عند الاف سي وعند ناقص اف سي قلت لك ده كونفوليوشن مع ده هتقول لي ايه؟ هتقول لي مره يبقى ايه ما دام ده كونفوليوشن مع ده يبقى مره ده هيبقى كونفوليوشن مع ده بلس ده معمول كونفوليوشن مع ده، كني دخلت دي على الاول بلس دي مع الثانيه، فدي لما يحصلها كونفوليوشن مع عند الاف سي خلاص يبقى معناه الجي اوف اف مثلا يحصل كلها كونفوليوشن عند الدلتا عند اف سي اللي هي دي كده هيحصل ايه للجي اوف اف؟ بدل ما هي عند الزيرو الاورجن بتاعها الزيرو هشفتها عند ايه؟ اف سي، هشفتها كده اف سي فهي دي، يبقى بدل بتبقى الجي اوف اف تبقى الجي اوف اف عند الاف سي خلاص، وبس مضروبه في نص اللي هي النص اهو بلس دي متشفتها فين بقى؟ عند الناقص اف سي اللي هي دي، كاني عملت كونفوليوشن لدي مع دي. طب دي فين؟ امبلس عند الناقص اف سي، يبقى مدى يبقى الاوريجن نفسه اللي هو عند الزيرو ده كده هشفته عند الناقص اف سي، يبقى اخد ده كده اوديه هنا كده هو ايه اللي هو يبقى الشكل ده، يبقى ده الريزلت بتاع الكونفوليوشن. تمام. فايه اللي حصل؟ الفانكشن بتاعتي لما ضربتها في كوزين شفتت ايه؟ ودت الفانكشن بتاعتي عند الاف سي والناقص اف سي، رفعتها في الفريكونسي، يعني بدل ما هي في الفريكونسي كونتنتس بتاعتها اراوند الزيرو رفعتها عند الاف سي والناقص اف سي. حد ليه سؤال؟ يعني الناس فاهمه الحته دي ولا في حد مش فاهمها؟ لا تمام. يبقى ملخص الموضوع نتيجه ان الكوزين متكونه من تو امبلسز، بما ان الامبلس هي كونفوليوشن مع الفانكشن في الفريكونسي دومين نتيجه ان احنا ضربناه في التايم دومين، يبقى معناها ان الفانكشن بتاعتها هتشفت عند اف سي وعند ناقص اف سي بس كده. طيب السيجنال باندوتس نبدا بقى نفهم يعني ايه باندوتس. الباندوتس هو بيعبر عن ايه؟ انا بيميجر ذا سبيكترال اكستنت اوف سيجنال ان ذا بوزيتيف فريكوانسي. خلاص يعني هو بيقول لك قد ايه السيجنال بتاعتك متركزه فين في الفريكوانسي كونتنتس بتاعتك.
خلاص استنى كده. يعني لو عندي حاجه اسمها لو باس سيجنال، يعني ايه لو باس سيجنال؟ التعريف ده حاولوا تفتكروه بعد كده. يعني انا سيجنال بتاعتي الفريكوانسي كونتنتس بتاعتها اراوند الزيرو، خلاص، ولو هي عرضها 2 دبليو اراوند الزيرو فالباندوث بتاعي بيساوي ايه؟ هو في البوزيتيف فريكوانسي، يعني اشوف الفريكوانسي كونتنتس اللي ليها باور، يعني ليها في باور للفاليو الاف اللي هو فين؟ من زيرو لغايه الدبليو دي، يبقى الباندوث هنا دبليو. طيب لو انا عندي السيجنال بتاعتي باند باس سيجنال، يعني ايه باند باس سيجنال؟ يعني سيجنال مش متركزه حوالين الزيرو، مش لو هي باند زي الباند باس فلتر يعني، خلاص، عند الاف سي بس عرضها 2 دبليو. اكوردنج للديفينيشن ده هو ده الحقيقه الفيزيكال. الباندويث حاجه فيزيكال، بما ان الناس بتقعد تتخانق مع بعض في الباندويث، شركات الاتصالات الجهاز القومي للاتصالات ومش عارف انترا ما بيبيع الحاجات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعني بيبيع الحاجات للشركات بتبيع لها الباندويث بفلوس، فالفلوس حاجه، فلوس دي حاجه فيزيكال، فلازم باندويث زي ما فيزيكال، يعني الناس بتتكلم في حاجه فيزيكال، فهو بيتكلم على بوست فريكوانسيز بالظبط. فانا لازم اشوف الباور سيجنال بتاعتي اللي في البوست. طب هي اراوند الاف سي وعرضها 2 دبليو، يبقى الباندويث بتاعي 2 دبليو، تمام. طبعا الباندويث ده في اسهل تعريف ليه، يعني في اسهل تعريف عشان المفروض دبليو يا دكتور. ايه مش المفروض الباندويث دبليو على اليمين ولا على الشمال؟ اللي على الشمال. ايوه اللي على الشمال دبليو، ما هي مكتوب دبليو. واللي على اليمين ليه 2 دبليو؟ ليه بقى 2 دبليو؟ هي اصلا عشان الجزء اللي واقع في البوزيتيف هو 2 دبليو. ايوه صح، تمام تمام. طيب هي طبعا اتفضل. ايوه جرافيكال ريبريزنتيشن صح. اتفضلي. بس حضرتك تعيد الجزء الثاني اللي هو بتاع الباندويث دبليو والباندويث 2 دبليو عشان كنت. طيب الباندويث هو عباره عن الفريكوانسي كونتنتس الموجود اللي بتعبر عن السيجنال بتاعتك، خلاص. بعتنا صوتك مثلا في الموبايل وبعتنا صوتك في حاجه باندويث معين في الهواء، خلاص، يعني الكلام كده كانه محجوز في الهواء، ماشي. فانت خدتي جزء من الباندويث بتاع فودافون، خدتي باندويث كده عشان وانت بتتكلمي مع واحده صاحبتك، فانت خدتي باندويث معين. فانت يعني ايه خدتي باندويث معين؟ يعني السيجنال بتاعتك صوتك ده الباور بتاعته اتوزعت في فريكوانسي كونتنتس معين. فلو انا السيجنال بتاعتي اللي انا بتكلم فيه الفريكوانسي كونتنتس او الباور بتاعت الكوزاين الهارمونكس بتكون السيجنال بتاعتي اراوند الزيرو في الحته دي كده وشكلها عرض السيجنال عرضها في الفريكوانسي دومين 2 دبليو، بس ده من النيجاتيف للبوزيتيف يعني، خلاص 2 دبليو. فانا بعبر عن الباندويث ان هو ايه؟ هو الباور اللي انت سحبتيها من الدومين بتاعي اللي هو فين؟ في البوزيتيف بس، خلاص. يعني انا قلت لك السيجنال بتاعتك عجز الفريكوانسي كونتنتس بتاعتها فين؟ هتقولي لي هي من صفر لغايه هنا، وتقولي لي اللي على الشمال ده هو جرافيكال ريبريزنتيشن مش حاجه حقيقيه، هو ده الحاجه الحقيقيه اللي هو اللي على اليمين ده البوزيتيف، هتقولي هو محجوز من هنا من صفر لكده. انا الباور بتاعتي صوتي في الحته دي كلها، هقول لك طب انت خدتي قد ايه كده باندوس؟ هتقولي لي الحته دي بالظبط. طب بما ان من هنا لهنا 2 دبليو وهي متسطره اراوند الزيرو، يبقى هي عرضها، يبقى انا خدت ايه؟ دبليو. فالباندوس بتاعي هو دبليو. فاهمه دي؟ طيب دكتور، ينفع يكون في اتنين سيجنالز بيتنقلوا في نفس الوقت وكل واحد فيهم واخد نفس الباندويث؟ ممكن. هو ده الجامينج بقى اللي هو الناس بتشوش على بعض. يعني مثلا انا بتكلم في تليفون وحد تاني بيتكلم في تليفون واخدين نفس الباندويث اللي هو دبليو، صح؟ ايوه صح، كده يحصل تشويش بيني وبينه. ايوه صح، هتلاقي ده حاجات داخله على بعض وممكن تسمعه هو. طيب يعني كده يا دكتور، الفكره في شركه الاتصالات انها بتحاول تزود الباندويث عشان تخلي ان ما يحصلش الشوشره دي او اتنين يدخلوا على بعض، بحيث ان هو يبقى في فريكوانسي سبيكتروم كافي ان هو كل واحد يتكلم. ايوه صح، هم بيبعتوا يوزرز عشان يعرف يبعت يوزرز كتير، فالناس تلاقي اصلا بتقعد تتخانق بقى. وده نتيجه كمان ان 4G لما نزل وحاجات لما نزلوا 4G
فالباندوس بقى حاجات اثرت على بعض، لانه خد حاجه من الباندوس دي واداها لل 4G، فالحاجات بقى ايه اليوزر سنه قلت حصل مشاكل يعني. فاهم؟ تمام فهمت. الباشمهندسه بقى في حاله الباند باس، لو انا بقى ايه بدل ما شكلها في السبيكتروم اراوند زيرو، هي شكلها كده عند الاف سي، بان السيجنال احنا قلنا بنتكلم على ريل فاختها عند ماس اف سي. لو انا قلت لك احسب الباندوس هتقولي لي ايه؟ هتبقى 2 دبليو عشان بناخد البوستر ده. صح ايوه كده. تمام. حد ليه سؤال؟ طب دكتور هو معنى كده ان كل واحد بيتكلم بياخد باندويتس ليه هو لوحده ولا ازاي؟ يعني بصوا هناخد انواع كوميونيكيشنز بعد كده، بس دلوقتي كل واحد بياخد باندويتس ليه لوحده وكمان تايم سلوت لوحده. يعني ايه؟ يعني ممكن نفس الباندويتس دي اديك انت تتكلم وبعديها بلحظه اخلي الراجل اللي جنبك هو اللي يتكلم وبعدها ارجع لك تاني انت تبعت وهو يرجع له تاني وهكذا. فبيحصل حاجه اسمها فريكوينسي ديفيجن مالتيبلكسنج اللي انتم بتتكلموا عليه دلوقتي، ان كل واحد بياخد باندوس بتاعه، وممكن كمان ويفن الباندوس بتاعه كذا واحد يتكلموا بس في اوقات مختلفه، بس يعني مش في نفس الوقت. يعني ما لقاكش انت ابعت السيجنال بتاعتك وابعتها للراجل اللي جنبك، اللي لو حصل كده يحصل تشويش على بعض فالدنيا تبوظ. تمام. لكن مش الواحد بياخد واحده فعايزين ملايين، لا مش كده. يعني ما ينفعش اتنين او كذا واحد ياخد نفس الباندوتس في نفس الوقت. تاني، ما ينفعش واحد كذا واحد ياخد نفس الباندوتس. خلاص تمام نفس الوقت بالظبط. تمام. هو ممكن واحد ياخد جزء من الباندوتس؟ هو لو خد جزء الباندوتس ماشي، يبقى انت خدت جزء منه وسبت التاني، يبقى فكن الباندوتس بتاعك صغر. يعني انت قصدك اخد باندوتس اقل صح؟ لا يعني الباندويز معايا هو 2 دبليو مثلا، واحد ياخد نص دبليو والتاني ياخد نص دبليو وهكذا. صح ممكن، بس بقى هيبدا بقى المشكله ايه؟ المشكله انت البيت ريت، انت عايز تشتغل على النت وعايز تشتغل بسرعه عاليه. تمام. هتاخده لما تاخده الديجيتال كوميونيكيشن بعد كده هتلاقوا ان البيت ريت بيعب، كل ما البيت ريت بيعلى يبقى ده معناه على طول ان الباندويز بتاعك بيكبر على طول. تمام. بس وده من الاسباب كمان ان الناس بتعلى في الفريكونسيز، يعني هنعرفها بعد كده يعني. بس. طيب حد ليه سؤال يا باشمهندسين؟ دكتور ليه سؤال بس مش خاص بمنهج، يعني هو انا عايز يعني ده انترودكشن بالنسبه لنا ولا ده يعتبر بيجي عليه اسئله؟ بيجي عليه اسئله؟ لا يعني هو مش هو بالذات هيجي عليه اسئله، بس يعني كل اللي بعد كده معتمد عليه يعني. الكونسبتس انت ما عارفينها يعني. فانت لازم انت فاهم. طيب. حد لي سؤال؟ طيب. التايم باندوس بقى برودكت. هو بيقول لك ايه؟ البرو في كده زي رول او مش عارف برينسيبل او حاجة كده يعني. بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان التايم دوريشن، لو انا عندي بلس خلاص بلس كده بعتها، التايم دوريشن بتاعها لو ضربته في الباندوس بتاعها هو كونستانت. يعني الدوريشن بتاع السيجنال بتاعتي مضربها في الباندوس بتاعها في الفريكونسي دومين، الدوريشن بتاعها في التايم دومين، لما يتضرب في الباندوس بتاعها في الفريكونسي دومين ده بيساوي كونستانت. خلاص. وده هو التايم سكيلينج اللي انتوا عارفين ايه هو. لو انا عندي مثلا تعالوا نرسم الحاجة الاول كلها. طيب هو عموما يعني هنا كان مرسوم ايه؟ عبارة عن سينك. الفري ترانسفورم بتاعها هو عبارة عن بلس كده. خلاص هنا كان فيه سينك. الفانكشن بتاعتها اللي اسمها الجي اوف تي. طيب لو الجي بدل جي اوف تي قلت لك جي اوف تي على ايه؟ عملت لها سكيلينج على ايه؟ فانتوا عارفين ان لما بيحصل سكيلينج هنا بيحصل، لو انا جابت تي على ايه يبقى معناها لو هي سينك كده خلاص بيحصل لها اكسبانشن الناحيه الثانيه. تمام. وبما انها حصل لها تايم سكيلينج في التايم دومين فاكوردنج للبروبرتي يعني في الفوري ترانسفورم بيحصل لها سكيلينج في الفريكوينس دومين بالعكس. يعني معناها لو هي ردت هنا في التايم دومين
بيحصلها كومبريشن في الفريكونسي دومين خلاص. ولو هي دي بقت هنا بتعرض للناحيه الثانيه. ايه سؤال بس يعني كده انا اقدر اقول لفظا ان السينك السينك سيجنال الفوريير ترانسفورم بتاعها لو بس سيجنال. صح بس لو هي مش مضروبه في يو سي جي 2 باي اف سي تي. لا انا اقصد على الايديال كيس اللي هي المفروض مرسومه. لو هي سينك عادي تبقى لو باس. لو هي سينك بس سينك بس كان فكره عفوا مش تمام. لو انتوا عملتوا انتوا عارفين السينك لما بقول سينك اف اف تاو التاو دي تعبر عن الناحيه الثانيه خلاص. فكل هتلاقي نفسك يعني كل ما السينك بترسل لو ضيقتها في التايم في الفريكونس دومين او في التايم دومين بتلاقي الناحيه الثانيه بتكبر خلاص. ففي قاعده حاجه اساسيه حاجه اسمها تايم باندوث برودكت. لو انت في التايم دومين اضيقت قوي خلاص يبقى معناه في الفريكونس دومين هتعرض قوي زي الامبلس كده. لو انا عندي اي سيجنال قلبتها الامبلس عملت لها ضيقتها قوي في التايم دومين معناه في الفريكونس دومين هتعرض قوي هتوصل لحاجه ثابته كل الفريكونس كونتينس. وده حاجه اسمها تايم باندوث برودكت. لو انا ضيقت في الفري تايم دومين اعرض في الفريكونس دومين. لو انا في الفريكونس تايم دومين عرضت في الفريكونس دومين هضيق. يعني كل ما يبقى عندي بتكلم في لحظه بس معينه في التايم دومين يبقى معانا فريكوينسي كونتينس كتير قوي. لو بتكلم مده طويله في التايم دومين يبقى فريكوينسي دومين هيبقى اقل. يعني في حد رافع ايده اتفضل. المفروض يا دكتور واحنا بنتقدم عامه في شركات اتصالات جديده بتفتح وشركات نت جديده بتفتح وده قبل ما كانش قبل كده موجود. فايه هو اللي بينتج لي الباندويتس اصلا؟ يعني انا اكيد قبل كده قديما ما كانش عندي كل الباندويتس دي كلها ولا ايه؟ لا هي الباندوث يعني في الحقيقه يعني هو ربنا خلق لنا ممكن نبعت في اي حته في اي فريكوينسي. بس هو الفكره ان التكنولوجي نفسها بتتقدم. يعني المشكله ايه؟ المشكله عند الفريكوينسيز العاليه خلاص. الديزاين بتاع الالكترونكس بقى ما هو الحاجات دي كلها في الاخر الكترونكس هي اللي بتعملها ديزاين والانتنس والكلام ده بيبقى صعب قوي في الحته دي. بتلاقي بيحتاجوا باور عاليه بيحتاجوا ترانزستور سريع الفريكوينسي عاليه يعني الترانزستور يبقى سريع قوي. وانا مش اعتقد انتوا خدتوا مش انتوا خدتوا الباندوث بتاع الترانزستور والكلام ده مع دكتور هشام ولا انا غلطان؟ مش كلنا سجلنا الكترونكس. يعني سالت السؤال ده انا ما سجلتش الكترونكس قبل كده فده سؤال. لو احنا خدنا الكترونكس بس احنا ما خدناش الباندوث بتاع الترانزستورز. طيب ماشي يعني احنا خدنا مفهوم الترانزستورز عموما بس ما خدناش ما تعمقناش بحاجات زياده للدرجه دي. ماشي. الترانزستور عموما يعني عباره عن حاجه بتقفل وتفتح ده خلاص. فما فيش حاجه بتقفل وتفتح كده باي سرعه يعني خلاص. ليها ليميتس يعني. فكل ما اعلى في الفريكونسي يبقى معناها ان في الاخر عندي ترانزستورات جوه الترانسميتر بتاعي بتقفل وتفتح بسرعه جدا خلاص. فده معناه يبقى انا محتاج بقى ترانزستور نوع جديد ديزاين جديد تكنولوجي جديده خالص. زي ما البروسيسورز كده يقول لك 8 نانو 2 نانو مش عارف ايه يبقى محتاج بقى حاجات جديده. فكل ده بيبقى محتاج ريسيرش جامد. فالكلام ده زمان ما كانش كده. يعني لو انتوا سالتوا ابائكم يعني لو حد مهندس من ابائكم يعني ترانزستور زمان يعني ما كانوش بياخدوا حاجه اسمها ترانزستور. كانوا بحاجه بياخدوا حاجه اسمها لومط كده او حاجه اسمها فالفات كده بتقعد تطفي وتفتح يعني خلاص. فترانزستور ده لسه من الستينات ولا حاجه كده يعني ولا الخمسينات مش فاكر يعني من امتى يعني. فمش بسهوله قوي انك تعلى في الفريكونسي دومين يعني. وعموما يعني الاوبتكس ما هي الا عباره عن سيجنال في الفريكوينسي دومين عاليه جدا يعني. فعموما يعني المايجريشن ده مش سهل يعني. اتفضل. يعني حضرتك تقصد ان الباندويتس دي حاجه اصلا عند ربنا كده موجوده لكن انا اللي بالتكنولوجيا بكتشف ازاي استغلها. ايوه صح مع الزمن. تمام كده شكرا يا دكتور. خلاص. واول ما الناس تبدا تلاقي نفسها بتعرف تستغلها تيجي الحكومه تقول لك لا رايح فين لا هتدفع الحته دي وهتدفع الحته دي وهتدفع الحته دي خلاص. زي ما الميه يمشي وانت خدت منها حاجه يعني. زي شركات النت احنا كان عندنا 3 بقت عندنا 4 بقت عندنا 5. يعني شركه النور دي لسه فاتحه جديد مثلا نت فدي اكيد واخده باندويتس جديده وهكذا. بس يعني هو بص يعني بص خليها باندويتس اكتر في حاجات الموبايل لكن شركات النت مش واضحه. اصلا النت دي عباره عن حوار تاني حاجة تانية.
تمام، بس انا كده فهمت خلاص معنى الباندويث ايه. شكرا لك دكتور. هو اللي انا فاهمه ان هو المفروض ان هو مش مبعوث، يعني المفروض اللي هو الفكره كل ما العمر بيتقدم، كل ما احنا عند التكنولوجيا اكتر فنقدر نقسم الفريكوانسي دي لحاجات اصغر، فبالتالي كل ما اقسم مثلا فريكوانسي تبقى اقدر استغل مثلا كل سي مثلا ملي فريكوانسي، ملي في الفريكوانسي فاحط عليه سيجنال مثلا، ولا ده مش صح؟ لا هو ما هو المشكله مش كده، في ليميتس اساسيه كده فيزيكال ليميتس يعني ممكن هتاخدوها في الديجيتال يعني ما ينفعش. لا يعني مشكله، هو مشكله يكون متقدم في تكنولوجي الناس النيتس بتاعتها بتعلى، البيت ريت بيعلى اكتر، الحل انك انت تروح عند فريكوانسيز اعلى، ده الحل يعني. يعني بدل ما الناس تشتغل مثلا من 0 ل 1 جيجا، لا نستخدم من 1 جيجا من 0 لغايه 10 جيجا، ناخد كونتنس اكتر، ده الحل مش حل تاني. لكن ما ينفعش نقسم مثلا الوقت من صفر الجيجا دي على حاجات اصغر شويه، بدل ما كان كل واحد مثلا بياخد واحد فريكوانسي هيرتز يخليه مثلا بياخد نص او بياخد مثلا 0.1، فبالتالي برضو نزود الريت. يعني ممكن يكون في حاجه في المستقبل كده اختراعات تمكن من كده، بس دلوقتي خالص او في الليتريتش او في البحث العلمي او في الكلام ده ما فيش الحاجات دي. لا الناس كلها بتروح ناحيه الحاجات، اصل كانت اصل هي فانكشن فيها حاجات تانية كتير جدا يعني، اصل صعب. لا مفيش يعني. شكرا. يعني حاجة لازم تبقى not ordinary يعني خالص حاجة تانية. حد ليه سؤال؟ دكتور طب هو أنا مش فاهم حضرتك، قصدي حضرتك في اللي هو الضرب التايم ديوريشن والبلس باندويتس بتاعتها بثابت يعني، مش فاهم. حضرتك سمعني؟ دكتور حضرتك معانا؟ معلش يا باشمهندس، انت خدت مودرن فيزيك صح؟ الو طيب فاكر حاجه اسمها اسمها ايه؟ الانسرتينتي برينسيبل؟ ولا للاسف فاهمه، ولا بالنسبه لك مش صعبه؟ لو مش صعبه ما اشرح لك حاجه تانية يعني. هو عشان ما نخرجش عن النطاق يعني، او عشان ما نطولش، لو هي سهله ممكن افهمها يعني. طيب معناها ايه؟ هقول لك حاجه. لو انا عندي دلتا كده في التايم دومين تمام، هو انت شايف الشاشه ولا مش شايف؟ لا هي راحت دلوقتي. ايه؟ هي راحت دلوقتي. هو النت قطع. طب استنى. طيب. المشكلة ان النت قطع. انا شغال على الداتا. بقص السنين. خلاص هو لو مشكله في السؤال كاني ما سالتوش يعني. لا هو مشكله مش في السؤال، المشكله هو سؤالك بس يعني كان سينكرايز مع النت قطع في الكليه والحاجه على الستيشن، ف وانا بتكلم معاكم على الموبايل ومش هينفع اعرض على الموبايل، مشكله بقى. طيب خلاص هنعمل ايه؟ طب بص احفظ سؤالك للمره الجايه وخلاص يعني كده المحاضره توقف بقى يعني. تمام معلش بقى يا باشمهندس. لا ولا يهمك يا دكتور. طب والتر الاسبوع ده هيبقى فيه سكاشن او ولا ما فيش الاسبوع ده؟ لا هو شكلها ممكن يكون فيه يعني، بس خليني اشوف مع المودين واقول لكم. حاضر. انتوا السكشن هو في سكشن من بكره يعني؟ انا بالنسبه لما اعرفش اتصالات كمبيوتر، بس انا بالنسبه لي كباور عندي سكشن الاربعاء والخميس تقريبا. لا صح، ده مش هينفع لان اتصالات وحاسبات من يوم الخميس. لا خلاص مفيش سكشن، مفيش سكشن. طيب خلاص خلاص شكرا. طب دكتور هو احنا هنتعامل نفس معاملة اتصالات ولا نبقى الدنيا تانية؟ لا هو للأسف هي مادة كود واحد يعني، ف
حتى في الامتحان هنبقى احنا زيهم؟ اه للاسف يعني، معلش يعني. تمام يعني اصل احنا بنبقى مش من تمام. معلش بقى ايه، مش عارف اقول لك حكم القوي على الضعيف يعني، حسب بقى ولا اعمل اي حاجه هتعمل ايه؟ معلش دكتور حضرتك هتنزل المحاضره دي فين؟ انا المفروض رفعتها على التيمز، هي لسه ما جاتلكمش على الفايلز؟ لا انا قصدي على المحاضره الفيديو. ما هي بتنزل اول ما بنوقف كده بتلاقيها بتنزل على بوست على بتلاقيها نزلت يعني. بتفضل موجوده على طول؟ لا مش ضامن الصراحه، ما اعرفش يعني اللي اعرفه إيه. انت بتقعد 20 يوم يا دكتور؟ 20 يوم خلاص. انتوا بقى ممكن ترفعوها انتوا على اليوتيوب ولا حاجه، انتوا بتعرفوا تصرفوا يعني. زمايلكم اللي قبل كده كانوا بيعملوا تشانل وبيرفعوا عليها الحاجه يعني. تمام دكتور. هو انا كنت هكمل بس هو يعني كان عايز يسأل سؤال فاس، او احنا مش بنحاسبن ولا حاجه؟ لا انا بنهزر مفيش حاجه، بس هو يا ريت فاس في الفاينل يعني تراه ان في ناس غلابه زينا يعني، هم اتصلوا بيبقوا يعني مبسوطين بالامتحان، احنا ما بنبقاش عارفين نحل او يعني بنبقى اقل، فالدرجات بتبقى تحت خالص يعني. بس هي مش تحت خالص قوي يعني، يعني معرفش يعني. هي بتفرق اه صح يعني، بتبقى حاسبات ودكتور أحسن. بالنسبه للسنه الترم اللي فات فهي فعلا كانت درجات بالنسبه للباور اغلب المواد تحت، وكمبيوتر اتصالات ما شاء الله يعني، فهو بالظبط احنا كنا قوي اه. هو مش عارف يعني حتى في الامبيدد، حتى في الامبيدد الترم ده هم قسمونا قال لك يعني باور لوحدهم واتصالات كمبيوتر لوحدهم وبنفس الماده نفس الكود وكل حاجه، بس بيديها هنا دكتور وهنا دكتور تاني، وقالوا ان هو ده امتحان وده امتحان تاني، حتى مشروع مختلف، حتى كل حاجه مختلفه يعني. فهي دي المشكله ان احنا بنبقى بنعاني مع اتصالات او حاسبات. طيب خلينا نشوفها يعني، اصل دي مش سهله شويه، بس خلينا نشوفها يعني ان شاء الله. شكرا جدا. عفوا. هي يا دكتور لو صعبه ان احنا نقسمها يعني، يا ريت يبقى في جزء كويس في الامتحان يبقى لمستوى باور يعني. طيب. يا ريت. لا ان شاء الله انا ناوي اخفف الحاجه يعني، من ناحيتي هخفف ان شاء الله يعني. عارفين يعني ان حاجه صعبه شويه، بس ان شاء الله اخفف يعني ان شاء الله. ماشي دكتور. معلش هو كده كلنا هيشرح لنا نفس الكونتنت؟ اه ان شاء الله. حضرتك قلت في اول محاضره ان احنا مثلا هنركز مثلا على المات لاب عشان خاطر احنا باور او كده. هو اللي السلايدز هتلاقوها في اخرها اللي انا قطعت تيمز في حاجات على المات لاب والاكتيف، ما لحقتش يعني عشان المشكله بتاعت النت دي واللابتوب بتاعي، فان شاء الله هشرحها لكم المره الجايه. تمام تمام خلاص ان شاء الله. دكتور انا بدور على السلايدز دلوقتي مش موجوده. مش موجوده؟ هتلاقيها موجوده على درايف السنه اللي فاتت. لا ما هي هتلاقيها اختلفت شويه. هي موجوده اه يعني زودت عليها حاجات الماتلاب يعني، لو انت عايز تبدا ممكن تشتغل عليها بتاعت السنه اللي فاتت، بس الثانيه هبعتها لكم ان شاء الله النهارده بالليل يعني لما احل بس المشكله اللي عندي دي. صح ايوه. ليه بقى؟ عشان موضوع مثلا الباندوس ده، لما انتوا كلكم ابتديتوا تفهموا اول ما اتكلمتكم على فريكوينسي دومين وقلت لكم باندوس وكده، ابتديتوا تفهموا شركات الاتصالات بتتكلم وتتخانق مع بعض على ايه. صح. كناش عملنا التحويله دي ما كناش هنفهم انت بتحجز قد ايه وانا بحجز قد ايه، فابتديتوا بقى تفكروا طب ما انا ممكن ابعت واحد هنا والتاني يبعت هنا والتالت يبعت هنا. انتوا نفسكم الكلام ده لسه هشرحه بعد كده، فمبتوش تعملوا دي إلا عملنا الحتة دي يعني. أوه. صح. أيوة صح. كباندوس يعني تعريف باندوس صح ولا قصدك إيه؟
ما هو انا يعني انا ما اجي اشرح لكم بشرح لكم على حاجه سهله، لكن بعد كده بقى الناس بتعرف الباندوث هو 90% من الباور. يعني انت بيبقى ليك كونتنتس، بيبقى فيه كونتنتس تانية، بس انا لما لازم اقف ليميت معين، مش هقول بقى ان ناقص مالها ايه للسينك مكلم ناقص مالها مالها، فبشوف 90% من الباور بتاعت السينك وقع فين واعتبر ده الباندوث بتاعي، تمام. ولما ابعت سيجنال مثلا، لو انا السيجنال بتاعتي الفريكوينسي ترانسفورم بتاعها هو سينك، لما اجي ببعته ما ببعتوش بس سينك، لا انا بعديه على فلتر واقصه كده وابعت بس الحته دي، ليه؟ عشان ما اشوش على اللي جنبي. يعني عادي لو هي لو السيجنال بتاعتك بولس مثلا، يعني لو انت بتبعت حاجه ديجيتال مثلا، بعت واحد كده بلس صايا واحد مثلا، الداتا بتاعتك واحد مثلا، هتبقى سينك. لو انا بعت بلس هتبقى في الفريكوينسي دومين سينك، لو انت بعت سينك بعت سينك في التايم دومين يعني. تمام. صح. حجز قد ايه فريكوينسي كونتنتس عشان اعرف ايه ابعت ناس جنبها، اتاكد ان السيستم بتاعي الفريكوينسي ريسبونس هيستحملها ولا لا، لان في الاخر السلك اللي انا ببعت عليه هو في الاخر هو حاجه نحاس وليه كاباسيتنس كمان، ففي الاخر عامل زي الفلتر، فبيعمل ليميتنج في الفريكوينسي دومين كمان، فانا لازم اعرف بقى السيجنال بتاعتي دي هل هتبقى تتكيف مع حاجه زي كده ولا لا. تمام. بص ان شاء الله ما تقلقش يعني، واحنا ماشيين بعد كده الحاجات بتوضح اكتر واكتر يعني. عفوا دكتور، هو البرنامج اللي احنا نستخدمه زي الماتلاب ده اسمه ايه؟ اوكتيف، او سي تي اي في اي. تمام، شكرا. عفوا، هبعتوا لكم على الشات لو هنا في شات 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 في شات ده ما فيش شات. ماشي، في علامه فوق دكتور جنب الممبرز كده، علامه فيها كان رساله انك تدوس عليها كده، كنا هكتب بوست، هكتب ريبلاي على البوست نفسه. ماشي، ماشي انا بعته لكم. دوت هو زي الكافه، مفيش فرق بينهم، استخدم اي واحد صح؟ لا بس انا عايزكم تستخدموا ليه، لان انا مش مقتنع ان الناس، يعني عايز اعودكم انكم ما تستخدموش حاجه كراك خلاص، ما دام في حاجه حلال خلاص حاجه ببلاش يعني. فيرجن قديم؟ لا مش قديم. تمام. لا هو المكتب طبعا احسن، المكتب دي شركه وبتقبض وموظفينها بيقبضوا فلوس وكده، فبيعملوا حاجه احسن يعني، تبقى اسرع، بس على المستوى بتاعكم مش هتفرق حاجه خالص اصلا يعني. تقريبا مش هتفرق، ممكن بس البلوتينج هيبقى اسهل هناك شويه، بس يعني مش حاجه اللي هي كريتيكال خلاص. فانا عايزكم بس يعني ايه، بلاش نقعد نجيب حاجات كراكت والكلام ده، ده حاجه ببلاش والحمد لله يعني. نعود ليه، لانها المشكله هتبقى حرام يعني، الحرمانيه هتبدا بقى ايه لو انت فتحت شركه او اشتغلت في شركه واستخدمت حاجه كراكت. انت لو انت بتعمل سوفت وير وبتبيعه، ما تحبش وتعتل فيه، ما تحبش حد غيرك يروح ياخده كراكت ويشتغل عليه يعني، خلاص تحب ان واحد يشتري منك السوفت وير. بس حكايه الشركات دي ليها حق انها تبقى حاجه عامله زي كده يعني. فالحرمانيه بقى لما انت بقى تشتغل بيها وبتتكسب منها فلوس يعني، خلاص سواء فتحت شركه او شغال في شركه، في الشركه دي بتتكسب فلوس من حاجه زي كده. فلو انت معود من نفسك من الاول انك انت تستخدم حاجات كراكت، فهتبقى بالنسبه لك سهل. لكن انت من الاول معود نفسك لو في حاجه حلال ابدا استخدمها، يبقى كده. وفي حالتنا مش هنخسر اي حاجه خالص، انتوا لو خدتوا الكود بتاعكم ده وجيتوا جربتوه على ماتلاب خلاص هتلاقوه شغال.
تمام، شكرا لحضرتك. عفوا يا رانا. دكتور قول، هو ايه احسن طريقه نذاكر بيها الماده دي ونبقى متابعين فنأدي كويس في الامتحان؟ عادي المحاضره، بص يعني اول حاجه انت ذاكر من الحاجه اللي انت بتفهمها اكتر، يعني شوف محاضره تفهم سيكشن مش عارف ايه، بس يعني انا بقول لك بريكومند ايه عشان انا دكتور، فبقول لك بريكومند من ناحيتي يعني، فبقول لك انك انت المحاضرات ذاكرها والسكاشن احضرها، وهتلاقي المعيد مثلا بيشرح حاجه سريعه في الاول وبعدها بيقعد يحل معاك مسائل والكلام ده، فانت حل وحل الشيتات خلاص واشتغل ماتلاب. يعني هي الثلاث حاجات، محاضرات سكاشن اللي هي بتحل الشيتس اللي جزء منها ماتلاب، وحاول تحلها مع نفسك بس، يعني مش هيطلب فيها، وحاول تفهم الحاجه كويس يعني ما تحفظهاش، يعني افهم الحاجه ليه اتعملت كده، يعني خلاص مش حاجه اسطمبه كده بنحفظها، لان عشان كل ما تفهم الحاجه اسرع كل ما هتعرف تحل اسئله اصعب يعني. وفي النهايه يعني لو انت بتفهم حاجه معينه ذاكر منها يعني، مش عارف ايه يعني. بس انت ملزم يعني الحاجات اللي بديها يعني، بس يعني بس يعني. شكرا جدا دكتور. عفوا. دكتور بعد بس ما تنساش ترفع السلايدز عشان الجزء الجديد. طب بص هو التي هو المفروض فتح دلوقتي نت، استنى ليكتشر 1 فولدر المفروض ترفع دلوقتي. بص كده عليها هتلاقي في ال في الجنرال في ليكتشرز وورد وير لقيتها. طيب ليش المفروض رفعتها؟ موجودة يا دكتور. خلاص ماشي اوكي. هل عايز حاجة تانية؟ فهمتي؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.